يا صباح الخيرات على كل حضراتكم، يوم شتوي دافي وجميل، وان شاء الله يكون يوم سعيد على حضراتكم وعلينا جميعا باذن الرحمن. حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، مجموعه كبيره من الاخبار يعني طبعا جاهزين لحضراتكم بيها، وطبعا مجموعه من الفقرات وضيوف ان شاء الله هينوروا حلقتنا النهارده. صباح الفل عليكم، وصباح الفل عليك يا نوال. صباح الخير والفل عليك يا كريم، وصباح النصر على كل مشاهدينا في كل مكان في العالم. و10 الصبح في الاهلي، يمكن بنقول هنا دلوقتي خلاص العشرة جايه باذن الله، كمان نتكلم بدايه موفقه جدا لفريقنا والتاهل لدور المجموعات الافريقي بعد الفوز امس على بطل النيجر 4-0. يمكن ده اول خبر كمان معانا النهارده. طبعا والتفاصيل كالاتي: فريق طبعا الكره في النادي الاهلي تاهل لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا بعد الفوز على سونيداب بطل النيجر في مباراه الاياب برباعية نظيفة، فيما كان طبعا قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف بدون مقابل عن طريق أليو ديانج. امبارح طبعا كان في يعني ناس كتير شايفة ان الماتش يعتبر سهل لحد كبير على النادي الاهلي زي ما دايما بنقول دايما، ولكن كالعادة الاهلي بيحترم كل منافسيه، وعشان كده الحقيقة كان بيلعب بمنتهى القوة واداء كان مسيطر الى حد كبير على مجريات الامور. الاهلي كان سيطر على الملعب خلال خطة موسيماني، اللي اكد ان تغيير طريقة اللعب دايما ما بتكونش غير بسبب ظروف الغيابات واللاعبين المتاحين ومش لأي سبب تاني. يعني عادة أي تبديل بين طرق اللعب المختلفة ما بيحصلش غير عشان يتناسب مع اللاعبين المتاحين في قائمة كل مباراة، وطبعا وفقا لطبيعة الفريق المنافس. تمام كده، وعشان كده قدرنا نسجل كمان 4 أهداف، فطبعا عن طريق طاهر محمد طاهر هنا في الدقيقة 13، وليد سليمان في الدقيقة 37 تحديدا، بدر بنون شفنا ضربة الجزاء في الدقيقة 67، واللي كان ما كناش وقتها عارفين كان هيلعبها سليمان ولا هيلعبها بدر بنون، في الاخر كان بدر بنون، وكلنا كنا سعداء حقيقي بضربه الجزاء والتسديده اللي حصلت. كهربا كمان في الدقيقه 90، بيتسو موسيماني خليني اقول لحضراتكم المدير الفني للفريق قال ان احنا حققنا نتيجه جيده واكتسبنا مشاركه بعض اللاعبين العائدين من الاصابات زي سعد سمير، بالاضافه لعوده بعض المصابين بكورونا اللي حرمتنا من لاعبين كتير جدا خلال الفتره الماضيه. ويمكن ناس كتيره جدا على تويتر كمان كانت سعيده بعوده سعد سمير. سعد سمير زي ما احنا عارفين هو من الجيل الذهبي في الاهلي، وكانت الاصابه بتاعته 2019 في برضه في افريقيا ديسمبر 2019 تحديدا اليوم، يعني يوم 28، والعوده بتاعته كانت يوم برضه يعني نقدر نقول شهر واحد بس برضه في افريقيا. هو كان سعيد امبارح جدا، كان في لقاء مع احد مراسلنا وكان بيقول انا سعيد جدا، وكان ناس كتير جدا واقفه في ظهري منهم كابتن محمود الخطيب كان بيتابع دايما حالته كان بيشجعه، فهو كان امبارح توجه بالشكر لكل الناس اللي ساعدته منهم كمان جمهور الاهلي، فاحنا اكيد سعداء. ولو هنحلل شويه او نتكلم شويه كريم برضو في تفاصيل الماتش امبارح، يمكن كان الماتش جيد جدا من ناحيه، هنا بنتكلم استحواذ، تمريرات، تصويب، يعني اعداد كده. امبارح كنت بتفرج على الاستوديو التحليلي، الاعداد كانت تحديدا كده يقول لك تمريرات الاهلي كانت تقريبا 680 تمريره، التمريرات لصنديب كانت 222، ففي فرق واضح 3 أضعاف تقريبا بالظبط. التصويب للمرمى من ناحيه الاهلي كانت 19 تصويبه، على الصعيد الاخر صنديب كان 4. نتكلم يعني مباراة أعتقد في مجملها رائعة جدا وبداية موفقة، خلينا نقول إن صح التعبير هذا الأمر. فبالتوفيق إن شاء الله، كمان عندنا ماتش سيراميكا يوم الجمعة، توفيق للفريق إن شاء الله، ودايما كده في نجاح ونصر إن شاء الله. طيب زي ما بنعمل مع حضراتكم في بداية كل يوم وبداية كل حلقة من 10 الصبح بالأهلي، بنتعرف على التفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة. تعالوا نعرف درجات الحرارة المتوقعة في الأيام اللي جاية، وخصوصا واحنا داخلين على ويك اند، لو في حد منكم بيفكر ان هو يروح من والى اي مكان، تعالوا نشوف معاكم هذا التقرير ونعرف درجات الحرارة ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. ده بالنسبة لدرجات الحرارة في محافظات مصر المختلفة النهاردة. اما بقى فيما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة خلال الويك اند اللي جاي ان شاء الله، فدي هنعرف تفاصيلها من دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الخير على حضرتك. صباح الخير استاذ كريم، اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ المشاهدين يعني. ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب واهل بيتك بخير يا رب. وحضرتكم بألف خير وكل الشعب المصري بألف خير. اللهم امين. لسه الاجواء ما زالت دافئه حتى اللحظه، يا ترى في اي مستجدات الكام يوم اللي جايين ان شاء الله؟ لا للاسف ما فيش اي مستجدات. بالعكس حلو للاسف. ليه؟ دي حاجه لطيفه. ما زالت الاجواء مستقره الحمد لله، يعني بنقول ان الطقس شتوي بس شتوي دافئ خلال ساعات النهار، وبيكون بارد في فترات الليل خصوصا طبعا الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح. والشبوره المائيه الكثيفه للاسف هي اللي عامله مشاكل كثيره على الطرق وبتسبب في حوادث كتير، رغم التحذيرات اللي بتقولها الارصاد الجويه دايما والبيان اللي اصدرته الهيئه والتحذير اللي راح الاداره العامه للمرور وغرفه عمليات دعم واتخاذ القرار واللي قاموا بدورهم بصراحه وتم غلق العديد من الطرق.
الا ان برضو للاسف بعض المواطنين برضو يعني زياده السرعه على الطريق او انخفاض الرؤيه بشكل كبير بيعمل حوادث للاسف على الطرق. هو دكتور محمود موضوع الشبوره يعني من الملاحظ انه حتى في كذا دوله من الدول المحيطه بينا بتعاني الايام دي من كثافه ملحوظه في الشبوره غير المعتاد عندهم، فهل ظاهره الشبوره دي الى جانب ان هي ظاهره شتويه تقليديه بتحصل دايما في الوقت ده من السنه بس هي زايده نسبيا عن المعتاد؟ فعلا زايده عن المعتاد، احنا كنا متعودين في شهر يناير وبروده يناير اللي هو يعتبر كنا بنقول عليه من ابرز شهور العام بيكون في شبوره، ولكن بتبقى يومين ثلاثه وبتنشا حاله من اخرى من عدم استقرار وسقوط امطار. ولكن طبعا خلال هذه الفتره او باعتبارا من 21 ديسمبر الماضي ومع بدايات فصل الشتاء الاستقرار شديد جدا في الاحوال الجويه. طبعا توزيعات التغطيه هي اللي مخليه في مرتفع جوي قوي هو اللي مأثر على الشرق الاوسط بصفه عامه، فهو ده عامل استقرار كبير في الاحوال الجويه. والمرتفع اخر في طبقات الجو العليا، كل العوامل دي عامله على حبس كميات كبيره جدا من الرطوبه على طبقه قريبه من سطح الارض، بتصل معاها الرطوبه النسبيه ل 100% على محافظات شمال البلاد مع هدوء كامل في سرعات الرياح، فبخلي الموضوع مستقر بشكل كبير جدا، ما فيش فرص سقوط امطار، حاجات خفيفه جدا ولا تذكر. وفي المقابل بقى تظهر ظاهره اخرى اللي هي الشبوره المائيه الكثيفه واللي بتصل بالفعل لحد الضباب وبتتكون بدري جدا، يعني احنا كنا متعودين ان الشبوره بتبقى بعد الفجر، دلوقتي الشبوره بنلاقيها من الساعه 8 9 بالليل بتبدا تتكون على الطرق وبتزيد كثافتها بعد الساعه 12 لغايه الساعه 7 8 صباحا. تمام. وبعد الساعه 9 بتبدا تتحسن، عشان كده مع الويك اند اللي جاي احنا بنقول مفيش مشاوير بدري يا جماعه، نحاول بقدر الامكان لان كثافه الشبوره هتزيد الجمعه والسبت كمان، فبقدر الامكان نحاول نخرج متاخر شويه بعد الساعه. طب ده فيما يتعلق بالشبوره، طيب برضو على في نفس التوقيت اللي بنتكلم عنه اللي هو الويك اند، هل من المتوقع تغير ملحوظ في درجات الحراره نفسها؟ هل الجو ممكن يكون اكثر بروده؟ هل في فرصه متاحه لسقوط امطار؟ لا الحمد لله الجو مستقر والاستقرار بيزيد ودرجات الحراره اعلى من المعدلات بحوالي درجتين خلال فترات النهار، الطقس بالفعل الشتوي لكنه دافئ خلال ساعات النهار، فترات الليل الساعات المتاخره من الليل اللي هيبقى موجود بره، استمرار ارتداء ملابس شتويه ثقيله، مش عايزين نصاب باي نزلات برد خلال الفتره دي. بخلاف كده الاجواء ما فيهاش اي حاجه، هدوء كامل في سرعات الرياح، ملاحه بحريه معتدله في البحر المتوسط والبحر الاحمر، مهيئين تماما لكافه الانشطه البحريه، افضل الاجواء طبعا اللي بنحاول نتحرك فيها ونحاول نستمتع بالاعياد فيها، هي سواء كان شرم الشيخ، جنوب سيناء بصفه عامه، الغردقه، الاقصر، اسوان، المناطق الجميله السياحيه في مصر دي الطقس فيها فوق الرائع بصراحه. طيب دكتور محمود طبعا صباح الخير واهلا بحضرتك. معلش مفيش شتا لغايه دلوقتي. انا عارفه ان الموضوع ده محزن بالنسبه لي. انا هروح مع حضرتك سريعا بس تاني لنقطه الشبوره، وهنا فكره التنسيق ما بين هيئه الارصاد الجويه والاداره العامه للمرور، لان اكيد هيئه الارصاد بتبقى عارفه ومتوقعه يعني نسبه الشبوره والايام اللي هتكون فيها كثيفه، فهل بيكون في تنسيق مع الاداره العامه للمرور علشان يبقى في وعي او يبقى في مثلا تواجد في الشارع بشكل اكبر علشان الفتره تعدي على خير اللي هي فتره الشبوره، هل ده بيحصل يا فندم؟ بالفعل يا فندم احنا في تنسيق يومي وفي تحذير بنطلعه كل ثلاث ايام، بنجدده كل ثلاث ايام وبيتم التواصل وارساله الى الاداره العامه للمرور وغرفه عمليات دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء. كويس. واللي اتفضضوا طبعا بيتابعوا الرؤيه على الطرق وبيتم غلق الطرق مجرد ما تنخفض الرؤيه عن الحد المسموح. ففي تواصل كامل وشبه يومي تقريبا بيننا وبينهم، بالاضافه زي ما قلت لحضرتك للتحذير اللي بتطلعه الهيئه وبتجدده كل ثلاث ايام. طب هل في رقم مثلا دكتور محمود لو حد يعني الشبوره كانت عائق بالنسبه له كبير، كان قلقان ان حد مثلا يبقى في نجده بتروح له، هل في مثلا رقم زي كده؟ هو طبعا الجزء ده المعني دي الاداره العامه للمرور. الاداره العامه اكتر الاداره العامه للمرور طبعا هي، وبصراحه يعني انا شايفهم بيقوموا في بالموضوع ده يعني على اكمل وجه، يعني فعلا طرق كتير جدا اكثر من 6-7 طرق النهارده كانت مقفوله، وامبارح كان اكثر من 10 طرق، فطبعا اكيد يعني هيكون في ارقام في التنسيق بين المواطنين وبين الاداره العامه للمرور. تمام، انا بشكرك جدا انا وكريم، شكرا لك يا دكتور محمود. شكرا.
صباح الفل على حضرتك. موضوع فعلا يعني زي ما اتكلمنا واعتقد هنتكلم يا كريم كل يوم على الموضوع ده، لان السنه اللي فاتت احنا شهدنا حوادث كتيره جدا عشان نقدر نقول قله وعي بعض المواطنين للاسف، رغم الاجراءات المتخذه على صعيد هنا بنتكلم الاداره العامه للمرور او هيئه الارصاد الجويه، لكن برضو وعي المواطن كان في مشكله الى حد كبير. نتمنى الشتاء السنه دي يعدي على خير، ما يبقاش في حوادث زي اللي انت حتى حكيتها لنا امبارح دي، كانت فعلا مشكله كبيره أوي. حدث كان كبير كانت فعلا بجد والله. عايز اقول لك كان شيء مؤسف. وبعدين للاسف انت بتقولي السنه اللي فاتت، ده تقريبا كل سنه يا نهوان، كل سنه مهما كان في تحذيرات، مهما كان في غلق للطرق، مهما كان في منطق بيقول ان الواحد لازم يمشي باداء معين يعني، او سلوك قيادي معين في اجواء مش متظبطه، برضه لازم تلاقي اللي ماشي ولوش اي علاقه ومعتبر ان هو فتك يعني بالشكل ده. هم لو يعرفوا بس ان في كاميرات دلوقتي موجوده على معظم الطرق كمان السريعه تحديدا، حضرتك يعني لو فاكر انك عديت من ضابط المرور، هو في كاميرات وقت ما هتجدد الرخصه يعني الغرامه هتبقى شديده، هتنبسط يعني بتروح هتنبسط بالظبط. نروح مع حضراتكم بقى الخبر بعد كده للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. عقد اجتماع كان هام جدا برؤساء الاتحادات الرياضيه الافريقيه، ده لمتابعه تطورات رياضة على الساحة الإفريقية. وطبعا نقدر نقول الحمد لله احنا عندنا أكتر من 15 اتحاد أفريقي هنا بيرقصوا مصريين. خلينا نشوف تصريحات رؤساء الاتحادات الإفريقية عن أهمية تنظيم مصر كمان لمونديال اليد ونرجع نكمل. مؤتمر اليوم ما هوش الحقيقة مؤتمر وحيد بيتعمل كل سنة، لا ده مؤتمر بيتعمل كل شهر تقريبا مع الحكومة المصرية من خلال معالي الوزير الأستاذ دكتور أشرف صبحي، واللي كان حريص وما زال حريص على أن يكون هناك علاقة وطيدة جدا بين أفريقيا وخصوصا من خلال الرياضة القوى الناعمة مع جمهورية مصر العربية. إذا كنا احنا مصريين فاحنا لابسين قبعات خاصة بأفريقيا ومتحملين مسؤولية أفريقيا في الرياضة مع شركائنا، سواء كان اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية أو اتحاد الأفريقي السياسي. والحقيقة سعداء جدا بما قدمته مصر من أول البداية، من أول ما تولى فخامة الرئيس السيسي وبدأ في إعادة احتضان أفريقيا مرة أخرى لمصر، اللي مهد الأرض لينا كرياضة وخلى الشعوب الأفريقية تثق ثقة كبيرة جدا ما شاء الله في مصر أكتر وأكتر. دور مصر في الرياضة وبالأخص في الرياضة طبعا اللي احنا بنتكلم عليها، يمكن ده دور تاريخي يعني، يمكن على مدار سنين مئات السنين يعني، وما زلنا مستمرين. يمكن مصر هي ما زالت المنارة بتاعت الرياضة في أفريقيا، ما زالت هي اللي عندها يمكن كم هائل من البطولات الأفريقية، ما زالت هي القادرة على تنظيم أحداث أفريقية كبيرة، وبتكون طبعا لولا الجائحة دي احنا كنا شفنا في 2020 يعني أفريقيا لوحدها كاتحاد الأفريقي لكونو فو كان عندنا بطولتين كان مفروض نعملهم في مصر، اتحاد التانية كلها كانت كده. عندنا بنية طبعا يعني الواحد دي يمكن راح كل القارة الأفريقية يعني بالمنصبه يعني أو كده، فشاف يمكن البنية التحتية اللي في الدول الأفريقية. صراحة مصر عندها بنية تحتية يعني تضاهي يعني أفضل دول العالم، احنا بس نتمنى تبقى في استغلال ليها جيد، وان شاء الله تزور الغمة ويبقى في تسويق ليها جيد. والتسويق الجيد ده مش معناه لا التسويق الجيد عايز اتصال مباشر، وعايز اللي احنا نروح للناس ما نستناش الناس تجينا، وعايز حاجات كتيرة يمكن يعني الغمة تزول أو الوباء ده يزول. وأعتقد أن الفترة الجاية يمكن الدولة المصرية طبعا والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما يبعت لنا رسائل بالنسبة لنا كاتحادات أفريقية، رسائل هي دفع لينا طبعا، ورسائل اللي احنا نقدر نحتوي القارة الأفريقية كلها، ومصر قادرة بإذن الله على ذلك. احنا النهاردة في المؤتمر اللي موجود وده مؤتمر دولي بيتم مع وزارة الشباب والرياضة معالي الوزير الأستاذ دكتور أشرف صبحي فيما يتعلق بدعم التواجد المصري على القارة الإفريقية، ويمكن ده بيترجم توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتقارب المصري الإفريقي في كل المجالات. ولكن الرياضة كقوة ناعمة لها سحر خاص، فاحنا النهاردة عندنا قوة ضاربة إنجاز التعبير من المصريين في إفريقيا. اتحادات الكونفدرالية الرياضية الإفريقية الأوكسا بتضم 72 اتحاد على المستوى الإفريقي، منهم 32 مقرهم مصر، فإحنا عندنا القوة العظمى من الاتحادات.
بالإضافة إن إحنا عندنا 20 أو أكثر من اتحادات إفريقية من المصريين، فإحنا النهاردة كان معانا في الاجتماع 52 مصري موجودين في الاتحادات الرياضية الإفريقية. طبعاً المؤتمر ده مؤتمر مهم جداً في ظل ظروف غاية في التعقيد أنا شايفها، ظروف كمان إذا كانت وبائية فيروس كورونا أو ظروف كمان سياسية بتحيط بالعالم كله. مؤتمر مهم، وأهمية هذا المؤتمر بوجود طبعا عشان يعني الإثبات على هذا الأهمية وجود معالي الوزير مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ده مهم جدا، ده دور بتقوم به الأوكسا حقيقة اللي هو أحمد ناصر رئيس الاتحادات الأفريقية والدكتور عماد البنان السكرتير العام، وده يمكن الاجتماع رقم 4. كنا لسه من شهر كان في اجتماع في كان في وزارة الرياضة في حضور معالي الوزير، ده أنا شايف مهم قوي لأن احنا زي ما أقول لحضرتك احنا قوة ناعمة، الرياضة مهمة، الرياضة ليها دور مهم وإيجابي وكبير جدا، زي ما كده النادي الأهلي عم بياخد بطولة أفريقية الاسم بتاعه بيسمع في كل حتة في العالم، نفس الحكاية احنا لينا دور كل الاتحادات الأفريقية، والحمد لله مصر فيها أعضاء كثيرين جدا ورؤساء ونواب رؤساء في كل الاتحادات الأفريقية يمكن معظمها، وده شيء يعني مشرف جدا جدا جدا. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو كمان كانت ليه مجموعة من التصريحات عقب الاجتماع برؤساء الاتحادات الرياضية الأفريقية، تعالوا نتعرف على تفاصيلها من خلال هذا التقرير. التجربة الأولى لمصر مع اليابان، الحمد لله عملنا تجريب لكن هنعمل محاكاة كاملة للمباراة الجاية، لكن احنا النهاردة يعني في وجود السيد اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات الكونفدرالية أو الأوكسا الأفريقية، احنا بنقعد من فترة تانية اجتماعات مع سادة رؤساء وممثلي الاتحادات الأفريقية اللي وصلوا 37 بعد استلمنا لهم 14، بنحقق رؤية الدولة المصرية في يعني التواجد على المستوى الأفريقي من خلال الرياضة كقوة ناعمة، وأيضا مع أشقائنا في أفريقيا اللي موجودين، وده يعني اجتماع دوري احنا بنعمله بصفة مصرية يعني مستدامة للاتحادات لمناقشة الشأن الرياضي الأفريقي وتواجدنا المصري. والله يعني النهج من 2014 يعني القيادة السياسية يعني ادى دور كبير جدا لمصر، وكمان يعني يمكن ريادة مصر في الاتحاد الأفريقي ادت الى افعال كتير واعمال كتيرة جدا، كمان المؤتمر اللي عملناه او مصر عملته على المستوى الأفريقي للشباب ايضا يعني عمل لحمة كبيرة جدا. الدور الرياضي لازم يكون مكمل لهذه الأدوار، يعني على المستوى الرياضي في التنافس وفي العلاقات الرياضية الأفريقية واستضافة الأحداث، وأيضا دورنا في على المستوى الشبابي عندنا يعني بروتوكولات وأعمال كثيرة جدا على المستوى الأفريقي والمستوى المصري. لا، الاتحاد الدولي موجود في مصر، الدكتور حسن موجود، وطبعا التأكيدات كل الفرق يعني أكدت، احنا من بداية من 9 و11 الفرق كلها بتيجي، لكن البرازيل جاية يوم 8 تلعب ماتش يوم 9، اليابان جت بدري يوم 3 بتعمل معسكر في مصر، وده يعني حاجة مهمة جدا ان احنا نقول ده، عشان كده فرصة لنا ان احنا نعمل كل ما هو تجريبي. ان شاء الله من 11 هيكون كل الفرق موجودة، واستعداد ليوم 13 الافتتاح والبدء بإذن الله. هو اللي بيراسل الموضوع اتحاد الكورة، احنا هنراجع اتحاد الكورة، ولو في حاجة انا هناقش الموضوع ده مع المهندس هشام يعني، لكن احنا بنشوف الكلام ده كله من خلال اللجنة اللي موجودة حاليا والرد من خلالها. حدث كبير جدا ولازم ناخده بمنتهى الأهمية، في مساندة من الدولة المصرية يعني كبيرة للغاية، الحمد لله احنا وصلنا يعني الحاجات كتير ومؤشرات كتيرة جدا، ربنا يسهل ان شاء الله وتكمل كل البطولة، هتدي صورة إيجابية وصورة ذهنية للرياضة في العالم ما بعد كورونا. يعني أسبوع تحديدا أسبوع يوم 13 ويبدأ بقى هذا الحدث العالمي على الأرض المصرية زي ما بنقول، ومونديال اليد إن شاء الله، يعني مصر كلها هتبان قد إيه عندها هذه القدرة وهتثبت للعالم كله، هي مش محتاجة تثبت لحد يعني، بس هيتم إثبات برضو لنفسنا وللعالم كله قد إيه مصر جديرة بأن هي تنظم مونديال كبير عالمي زي ده بإذن الله. كل التوفيق كمان للفريق، يكون الفوز مصري بإذن الله. قبل بقى ما نروح فاصل يا كريم، عايزين نروح للتوقعات امبارح. امبارح احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم على التوقعات بتاعت النتيجة، وانا كنت قايله 3-1، كنت قايل 3-0، في بعض الزملاء هنا توقعوا بصراحة النتيجة صح 4-0 يعني، وفي بعض من حضراتكم كتير بعد برضو النتيجة. احنا عايزين نعمل بقى الماتش الجاي بجد والله، نعمل بجايزة
اللي هيتوقع نعمل جايزتين ثلاثة بالكثير. تعرفين برضو احنا لسه في اول السنة وفي اول الشهر اللي هيتوقع صح بعض الماتشات للاهلي السكور يبقى في جايزة زي الكتالوج اللي كان معانا الالبوم بتاع الاهلي قبل كده واللي شرفونا الفائزين هنا واستلموا. احنا فرقت معانا على جول يعني احنا قلنا ثلاثة وامبارح طبعا لو تفتكري كان في بعض المشاهدين والمتابعين اللي بعتوا لنا كان الطموح واخدهم لمرحلة 7-0 و9-0 ده ممكن تيجي والله يا كريم فعلا يعني ده يمكن الموسيماني قاله تحديدا كمان. بصي انا دايما يعني حتى يعني ايه يعني انت لما سالتيني امبارح مش قادر اعلم اكتر من الرقم اللي قلتولك ليه لان طبعا الناس اللي قالت 7 و9 و12 وكانه ماتش باسكت ده بيقولوا كده ليه؟ اكيد ثقه في النادي الاهلي وعارفين قد ايه النادي الاهلي راسي وتقيل وامكانياته مش محتاجين نتكلم في التفاصيل دي وفي نفس الوقت احساس بان الفريق المنافس مش بنفس القوه مش على نفس القدر ولكن دايما بشوف ان في دايما مساحه كافيه لاي مفاجات غير متوقعه. فانت عشان كده قلت ايه قلنا خلينا في الثلاثه نايس نوت باد يعني الحمد لله ربنا كرم رباعية نظيفة الحمد لله. صحيح هو كان ماتش جميل وبعض الأسماء الكتيرة أسعدتنا امبارح يعني بعد فترة غيابات من محمد ياسر ريان وسعد سمير وغيرهم يعني فكان ماتش حلو بداية خلينا نقول تاني موفق. فاصل سريع ونرجع أخبار لسه ما خلصتش مع حضراتكم فاصل ونرجع. رحب بحضراتكم مرة تانية واسمحوا لي بس قبل ما نبدأ ونستكمل أخبارنا كنت بقول لكريم في تويتة جت يعني أنا ضحكتني بصراحة فما رضيتش حتى أقولها له غير على الهوا. واحد بعت مش هقول اسمه عشان مصلحته واحد بعت بيقول لنا يا استاذ كريم يا استاذ نهاوند انا مبسوط بوجود الشبوره هو بيشتغل نايت شيفت هو حكى لنا بيشتغل نايت شيفت فهو ساكن في التجمع وخطيبته ساكنه في اكتوبر وهو المفروض يروح يزور حماته عشان عملت عمليه فبيقول انا مبسوط بالشبوره عشان مش قادر اسوق من التجمع لاكتوبر يعني جات له من عند ربنا والشبوره الصبح هو نايت شيفت فخلاص لا وبعدين مش ما ينفعش يكدبوها يقولوا افتحوا الشباك خدوا فكره يعني انا كنت هموت واجي بس والله ما هقول اسمك علشان خاطرك لو هي هتكون تتفرج يعني ماشي نروح بقى مع حضراتكم مقر النادي الاهلي في الجزيره ونتابع اخبار الفرق والانشطه المختلفه ومراسلتنا هناك موجوده هنا ابو القاسم. صباح الخير عليك يا هنا مصبح عليك يا انا وكريم اتفضل. يا صباح الخير عليكم يا نهاوند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة وهنقل لكم آخر أخبار النادي لكن في البداية حابة أؤكد على جميع الأعضاء أن كل الإجراءات الاحترازية بيتم تطبيقها داخل مقر النادي في الجزيرة يعني بداية من عدم دخول أي أعضاء بدون الماسك أو ارتداء الكمامة كمان بيتم التعقيم لجميع الأعضاء عند بوابة الدخول وكمان تعقيم جميع المقاعد بشكل مستمر كل ده طبعا حفاظا على سلامة الأعضاء ومواجهة الساكند ويف أو الموجة الثانية من فيروس كورونا. إن شاء الله الأيام دي تعدي على خير وكلنا في صحة وسلامة. خلونا بقى دلوقتي نبدأ بأخبار النادي الاجتماعية. الحقيقة إن إدارة النادي بالتعاون مع جمعية النور والأمل لرعاية الكافيفات بتعلن عن معرض هيتم فيه عرض منتجات الجمعية من سجاد وتريكو ومفروشات. المعرض هيكون الويك أند القادم يوم الجمعة والسبت بمقر النادي هنا بالجزيرة. المعرض عفوا هيبدأ 10 صباحا حتى 7 مساء. يا ريت كل الاعضاء تلبي طبعا الدعوه وتحضر المعرض كل طبعا ايمانا من بدور النادي الاهلي المجتمعي الحقيقه اللي مجلس اداره النادي الاهلي بيحرص عليه منذ تولي المسؤوليه. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لاخبار الفرق الرياضيه ونبدا بكره اليد. الحقيقه سيدات كره اليد فازوا امبارح على فريق 6 اكتوبر ضمن منافسات الدور 16 من بطوله كاس مصر قدروا يفوزوا بنتيجه 44-17 والحقيقة أن الفريق عمل مباراة كبيرة جدا وقدر بقى يحجز مقعد في دور ربع النهائي من البطولة. الفريق طبعا مستمر في تدريباته استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم السبت القادم أمام نادي هوليليد ولكن ضمن منافسات بطولة الدوري العام. أما بقى شباب يد 2002 فقدروا أيضا يحققوا فوز على فريق الحوار بنتيجة 38-26 أيضا ضمن منافسات الدور 16 من بطولة كاس مصر ويتأهلوا لدور ربع النهائي. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق ويقدروا يفوزوا بالبطولة. كمان حابة أقول أن كابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد على تواصل مستمر مع لاعبينا الدوليين المشاركين مع منتخبنا الوطني. خلاص بطولة كاس العالم لكرة اليد هتبدأ خلال أيام طبعا مستضيفاها مصر. الحقيقة أن كابتن طارق مستمر على التواصل معاهم وتشجيعهم وتحفيزهم. لاعبينا الدوليين المشاركين هم
هم محمد عصام، عبد الرحمن حميد، محسن رمضان، عبد الرحمن فيصل، اسلام حسن، احمد حسام، ابراهيم المصري، واحمد عادل. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق، وبنتمنى لمنتخبنا الوطني التوفيق ان هم يعملوا بطوله كبيره جدا تليق باسم مصر زي ما هم دايما معودنا. ننتقل بقى دلوقتي للعبه كره السله. الحقيقه ان شباب كره السله 16 سنه قدروا يحققوا فوز امس على فريق وادي دجله بنتيجه 61-31 في ذهاب دور قبل النهائي من بطوله المنطقه، وبكده خلاص يعني فريق الشباب خلاص على وشك انه يحصل على بطوله جديده تضاف لتاريخ كره السله بالنادي الاهلي. دي كمان حابه اقول ان كابتن اشرف توفيق طبعا المدير الفني للفريق الاول لكره السله وضع تدريب مكثف للفريق طبعا بعد استئناف التدريبات بعد توقف بسبب حصول النادي الاهلي على بطوله الدوري المرتبط، لكن الفريق طبعا استكمل تدريباته امس استعدادا بقى لمباريات الفتره القادمه. والحقيقه ان الجهاز الفني يعني هدفه الوحيد هو تجهيز الفريق بشكل مناسب لخوض مباريات المرحله المقبله وكمان تحقيق الالقاب. دي اخبار الفرق الرياضيه وكمان الاخبار الرياضيه داخل النادي الاهلي. هكون معاكم على مدار الحلقه لو عندكم اي استفسارات. العوده ليكم مره اخرى. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزه والشاطره هنا والقاسم. شكرا. تعالوا نروح كمان نتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه، اكيد مع مراسلتنا العزيزه روزان نصر المتواجده حاليا في مقر جريده الشروق. صباح الخير عليكي يا روزان، وجاهزين بقى نسمع منك الاخبار والمستجدات، وخصوصا لو عندك خبر كمان متعلق بمساله راموس ورفضه لتجديد تعاقده مع ريال مدريد. صباح الفل عليكي، اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير على نهواند طبعا، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. قبل طبعا ما ادخل في الأخبار كلها، خلينا برضو كالعادة نقول للمشاهدين أهم المباريات. 4-6 يناير في دوري أبطال إفريقيا يلتقي الوداد الرياضي مع الملعب المالي في تمام الساعة 7 مساء. في الدوري الإسباني أتلتيكو بلباو مع برشلونة في تمام الساعة 10 مساء. في الدوري الإيطالي ميلان مع يوفنتوس في الساعة 10:15 مساء. من الإمارات اليوم عدد قياسي من إصابات كورونا في أسبوع واحد بالدوري الإنجليزي. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تسجيل عدد قياسي من إصابات فيروس كورونا بواقع 40 إصابة في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الأندية خلال الأسبوع، مؤكدة على استمرار هذا الموسم كما مخطط له. ويشكل هذا العدد أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 إصابة الأسبوع الماضي، ويأتي تزامنا مع دخول بريطانيا إغلاقا تاما للبلاد للحد من انتشار كوفيد-19. من روسيا اليوم، منتخب شباب روسيا للهوكي يخرج من بطولة العالم. خرج منتخب روسيا من بطولة العالم للشباب للهوكي على الجليد بعد خسارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نظيره الفنلندي بنتيجة 1-4، وفقد بذلك المنتخب الميدالية البرونزية لصالح نظيره الفنلندي. وكان المنتخب الروسي خسر في نصف النهائي كندا 0-5، وتوج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بلقب بطولة العالم للهوكي على الجليد للشباب بعد فوزه 2-0 على كندا في المباراة النهائية التي أقيمت صباح اليوم. خبر عالمي من موقع سكاي نيوز عربية، توتنهام يقترب من معانقة أو اللقب منذ 13 عام. بلغ توتنهام المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم ليصبح على بعد فوز واحد من الحصول على أول لقب منذ 13 عام بالفوز على برينتفورد من الدرجة الأولى بنتيجة 2-0 في النصف النهائي. وحقق توتنهام آخر لقبه عام 2008 لما توج بكأس الرابطة، وينتظر فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مواجهة صعبة في النهائي الذي سيخوضها للمرة 9 في تاريخه، فاز بأربعة وخسر مثلها آخرها عام 2015 أمام تشيلسي، كونه هيواجه أحد قطبي مانشستر سيتي أو يونايتد اللذان يلتقيان يوم الأربعاء.
وأخيرا خبر عالمي، يعني الخبر ده أنت سألت عنه يا كريم، من الإمارات اليوم: راموس يرفض التجديد لريال مدريد. بالفعل كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تطور مفاجئ وغير صار إطلاقا لمحبي وإدارة ريال مدريد والجهاز الفني للفريق، حيث يبدو أن قائد الفريق ساجيو راموس لا يرغب في الاستمرار، الأمر الذي اعتبرته الصحيفة انتكاسة بالنسبة للجميع في ريال مدريد. وقالت الصحيفة أن راموس بدأ بالفعل متحمس للاستماع إلى أي عرض من الفرق الكبرى بعد أن أصبح حر في التفاوض كمان، حيث هينتهي عقده بعد 6 أشهر فقط. دي كانت أبرز وأهم هنا الأخبار من موقع جريدة الشروق. شكرا طبعا ليكم وعودة للاستوديو مرة تانية. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة روزان نصر مراسلة قناة النادي الأهلي. وبعدين واضح كده ان الثوابت بتتغير واحده ورا الثانيه، فكره ان راموس ما يكونش في ريال مدريد دي صح. فكره غريبه جدا يعني. وصلاح في ليفربول وميسي في برشلونه، يعني برضو الموضوع في ان متغيرات صحيح. بس الايام اللي جايه هنشوف فعلا هيكملوا ولا مش هيكملوا، كمان انتهاء العقود او الموسم قرب، فهنعرف. بس احنا اللي يهمنا ابننا هو بالضبط. ابننا اللي يهمنا، ربنا يكرمه ان شاء الله. هنروح بقى مع حضراتكم، بس هو خبر اكيد مش حلو اللي جاي. لاعبين خلينا نقول يوم تاريخ كبير ما يتنسيش في النادي الاهلي. عرفنا النهارده ان احنا فقدنا يعني احدهم النهارده الصبح، شيخ المدربين كابتن طه توخي، احد اهم لاعبي الزمن الجميل، ربنا يرحمه يا رب. ومن اللاعبين كمان خليني اقول لحضراتكم للاسف اللاعب الفلسطيني فؤاد ابو غيده مدافع الاهلي في الستينيات، اللي مات ايضا بالامس في لندن متاثرا بفيروس كورونا. أبو غيدة كان لاعب طبعا زي ما حضراتكم عارفين في الأهلي، وكان عنصر كمان أساسي لتتويج الأهلي بجميع البطولات في الفترة دي، لكن اعتزل بعد توقف النشاط الكرة في مصر. ده كان بسبب الحرب، كانت تحديدا عام 1967. وكابتن محمود الخطيب خليني أقول لحضراتكم رئيس النادي الأهلي وعضاء مجلس الإدارة كمان ومدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، عبروا عن بالغ الحزن والأسى في وفاة كابتن فؤاد أبو غيدة، داعين لي طبعا المولى عز وجل أنه يتغمده برحمته. طبعا احنا بنقول للأسرة البقاء لله. خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل. أحد أهم أساطير الأهلي والجيل الذهبي في فترة الستينيات من القرن الماضي ابتعد عن الملاعب، لكن جماهير القلعة الحمراء لم تنساه. هو الفلسطيني فؤاد أبو غيدة، مدافع المارد الأحمر السابق، والذي توفي صباح أمس 5 يناير 2021 في لندن متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. كان النجم الفلسطيني الراحل فؤاد أبو غيدة أحد نجوم النادي الأهلي في فترة الستينيات، الذي ضم العمالقة صالح سليم ورفعت الفناجيلي وطه إسماعيل وطارق سليم والشربيني وعادل هيكل ومروان كنفاني وغيرهم من الجيل الذهبي للقلعة الحمراء. ساهم أبو غيدة في الفوز بالعديد من البطولات مع النادي الأهلي، حيث كان مدافعاً من طراز رفيع دافع عن قميص الشياطين الحمر حتى الاعتزال. أبو غيدة كان أحد العناصر الرئيسية لتتويج الأهلي بجميع البطولات التي شارك فيها الفريق موسم 60-61، ومنها الدوري وكأس مصر وبطولة الوحدة بين مصر وسوريا. لعب أبو غيدة في عدد من المراكز داخل الملعب، ومنها الظهير الأيسر والظهير الأيمن، ولكن زاد تألقه في قلب الدفاع والظهير الأيسر. وأشركه صالح الوحش المدير الفني للأهلي في هذا التوقيت في إحدى مواجهات الأهلي والزمالك في قلب الهجوم للاستفادة من جرأته الهجومية والفدائية. اعتزل أبو غيدة كرة القدم عقب توقف النشاط الكروي في مصر عام 67 بسبب الحرب، ليقرر حينها الابتعاد عن الملاعب والعودة للدفاع عن قضية وطنه فلسطين، لتنتهي أسطورة كروية رائدة ومميزة في الملاعب المصرية. الحقيقة يعني عبر تاريخ النادي الأهلي في أجيال بتسلم أجيال، وكل جيل منهم ساهم بشكل كبير وواضح في يعني إرساء قواعد أساسية جدا موجودة في كل الأزمنة المختلفة عبر تاريخ النادي الأهلي. كل جيل بيسلم الجيل اللي بعد منه المسؤولية، وبيسلموا معها مجموعة كبيرة من النجاحات، مجموعة كبيرة من البطولات.
فالحقيقه يعني بنتمنى طبعا للفقيد الرحمه ولاسرته خالص التعازي. طيب تعالوا بقى نروح لخبر مختلف تماما، وبما اننا يعني من اول ما البرنامج ده يعني الحقيقه ابتدينا فيه مفيش تقريبا حلقه ما بنتكلمش من خلالها عن على الاقل خبر واحد ليه علاقه باصابه ما للاعب ما نتيجه الكورونا. الخبر اللي جاي هنتكلم من خلاله عن لاعب مشهور جدا الحقيقه في دنيا مصارعات السومو، لاعب اسمه هاكوهو، ده يعتبر من اشهر مصارعي السومو في تاريخ هذه الرياضه، واللي اصيب مؤخرا هو كمان بفيروس كورونا. خضع هاكوهو اللي بيبلغ من العمر 35 سنه والمولود في منغوليا لاختبار للكشف عن الفيروس، طبعا بعد ما ظهرت عليه اعراض طفيفه اثناء استعداده للبطوله الكبرى للعام الجديد في اليابان، ثبتت اصابته بالفيروس بالفعل، وطبعا ده خلى او استدعى ان يتم الحجر على كل زملائه، ويعد هذا المصارع هو اول مصارع من الدرجه الاولى يصاب بفيروس كورونا. اللي حصل ده هيعرض اقامه البطوله الافتتاحيه في العام الحالي في طوكيو للخطر، والحقيقه يعني كان هذا اللاعب قد توج باللقب رقم 44 في مسيرته في مارس الماضي، وهو رقم قياسي في هذه الرياضه، كما انه يحتل مرتبه بتسمى بيوكوزونا اي بطل كبير. فعلا انا متفق معاك ان للاسف كمان الرياضيين من اكتر الفئات الموجوده في العالم اللي هي بتتاثر بشكل كبير او بتصاب بكوفيد 19. نروح بقى مع حضراتكم لخبر ايجابي. الرياضه في المدارس كنا بنتكلم دايما ان هي من العوامل الاساسيه طبعا كمان لاكتشاف هنا المواهب الرياضيه ودعم ممارسه الرياضه عند تحديدا النشء. مؤخرا اعلنت وزاره التربيه والتعليم ضم لعبه هنا التايكوندو رسميا لرياضات المدارس المختلفه، وهو ما يضيف هنا بقى فرصه اكبر للطلاب للحصول على درجات الحافز الرياضي، وكمان اعطاء فرصه للمتفوقين رياضيا في الحصول على درجات الحافز الرياضي في مرحله الاعدادي والثانوي، بالاضافه طبعا لفتح مجالات عديده للمدربين للتدريب في المدارس. اعتقد دي خطوه جيده جدا، بس نعرف بقى اثرها اكتر وبشكل اكتر تفصيلا من كابتن عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو. كابتن عمرو صباح الخير على حضرتك. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى المشاهدين الاعزاء، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا كابتن، وهروح مع حضرتك بدايه في فكره هنا يعني اعلان وزاره التربيه والتعليم في ان هي بتضم لعبه التايكوندو رسميا لرياضات المدارس، وربما ده يساعد الى حد ما في اكتشاف برضو النشء وبيعكس اكيد ايجابيه على اللعبه دي في المستقبل، فخلينا نروح مع حضرتك بدايه في هذه النقطه، اتفضل يا فندم. بالتاكيد زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي هو ده أثر جالك جدا في انتشار اللعبة وفي الناشئ في السن الصغير، وهو الحقيقة اتحاد التايكوندو تم إنشاؤه يمكن من حوالي 42 سنة سنة 78، ومن ساعتها لغاية الفترة اللي احنا فيها حاليا كان حل دايما ان التايكوندو يخش المدارس، وهي اللعبة بفضل ربنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين انتشرت جالك جدا في محافظات مصر، ولعبه اولمبيه، وعندنا ابطال اولمبيين زي تامر صلاح وزي هدايه ملاك وزي سيف عيسى. الناس دي كلها واياد بركات اللي هم في الشباب في اولمبياد الشباب. فاللعبه الحقيقه منتشره جامد جدا في الانديه ومراكز الشباب ومحافظات مصر، ولكن ما كانتش موجوده في المدارس. فالحقيقه دي كانت من الاهداف اللي انا حاططها قصادي من ساعه ما توليت شرف رئاسه الاتحاد ومعايا زمايلي اعضاء مجلس الاداره، ان احنا لازم ندخل التايكوندو المدارس. وابتدينا فعلا ان احنا من سنتين قدرنا ندخلها في اولمبياد الطفل اللي هي بتتلعب على سكيل او مستوى اصغر شويه في المدارس، وكنا من ساعتها في اتصالات دائمه مع مسؤولي الوزاره الدكتوره ايمان حسن مسؤوله الشؤون الطلابيه في وزاره التربيه والتعليم، لغايه لما الحمد لله قدرنا نوصل ان السيد وزير التربيه والتعليم مشكورا وافق على ضم التايكوندو للرياضات المدارس المعتمده. وطبعا دي خطوه مهمه جدا، لان طالما لعبه منتشره وبتطلع ابطال عالم وابطال اولمبيين، كل ما قدرنا ان هي تبدا من سن صغير وتبدا على قاعده اكبر، طبعا ده هيدي فرصه مش بس ان ولادنا في المدارس وفي سن صغير يقدروا يتعلموا رياضه تهذبهم وتعلمهم الدفاع عن النفس والاعتماد على النفس والاحترام والكلام ده، لا ده كمان هتقدر يبقى في قاعده كبيره جدا تساعد ان يطلع ابطال عالم اولمبيين اكتر. ما هي دي النقطه، دي حاجه فعلا. طبعا والحاجه الثانيه برضو بعد اذن حضرتك، الحقيقه اللي كانت يعني تهمنا جدا ان الخطوه دي
هتفتح مجالات رزق كبيره جدا وعمل كتير من المدربين، لان احنا عندنا برضو قاعده مدربين ما شاء الله في الاتحاد تايكوندو قاعده كبيره وبينشروا اللعبه في اماكن كتير جدا، فلمجرد انها تبدا في المدارس ان شاء الله ده طبعا عمل زياده وفرص عمل اكتر وتساعد على تقليل البطاله طبعا في المجتمع. فاحنا الحقيقه انا بنتهز الفرصه وبوجه الشكر للدكتوره ايمان حسن الحقيقه وطاقم العمل معاها اللي هم حسوا باهميه التايكوندو وقوته وحضرت معانا قبل ما ياخدوا القرار ده. الحقيقه احنا دعوناها وهم جم من لجنه من وزاره التربيه والتعليم حضرت بطولات التايكوندو وشافوا المستوى وشافوا قوه اللعبه وادارتها والتحكيم والمستوى اللعيبه فالحقيقه انا بشكرهم من برنامجكم وبشكر استاذ وزير التربيه والتعليم وان شاء الله دي تبقى خطوه مهمه جدا تاريخيه في التايكوندو باذن الله. قبل ما اروح مع حضرتك عن استعدادات هنا اتحاد التايكوندو لاولمبياد طوكيو، عايزه برضو اعرف في النقطة اللي حضرتك ذكرتها دي، هو ليه أصلا إحنا ما كانش عندنا ده من فترة؟ يعني ليه الكاراتيه على سبيل المثال كان من الرياضات يمكن المشهورة أكتر بين كمان الأطفال والنشء؟ يعني أنا فاكرة حتى وأنا صغيرة كانت لعبة أساسية، كان لازم نعدي على التنس، نعدي على السباحة، نعدي على الباسكت، نعدي على الكاراتيه، وبعدين بنسيب لو ما كملناش. فليه التايكوندو ما نالش نفس الشهرة من سنوات يعني؟ اتفضل. تمام. هو حضرتك الكاراتيه طبعا كلعبه دخل مصر وانتشر في العالم قبل التايكوندو. بدون بقى الدخول في التفاصيل ان التايكوندو كتاريخ في كوريا الجنوبيه في معابد مكتشف عليها صور الناس بتتمرن وبتعمل الحركات الاوليه للدفاع عن النفس، يمكن تاريخها اقدم من الالعاب القتاليه التانيه، ولكن ده مش موضوعنا. موضوعنا ان فعليا في مصر هو الكاراتيه بدا يمكن قبل التايكوندو وانتشر قبل التايكوندو، فطبيعي طبعا ان حصل تطور ونشاط فيه. انا مش قادر ارد على حضرتك السبب الحقيقي يعني. بس هو اكيد يعني انا عارف كويس جدا ان في محاولات عديده تمت قبل كده من دخول التايكوندو مدارس، وفي ناس من الاتحاد ومسؤولين اهتموا، وفي اشخاص يعني مش مسؤولين في الاتحاد ولكن سعوا وحاولوا ان هم يدخلوا التايكوندو المدارس، ولكن طبعا ربنا بيوفق في وقت معين. يعني خلينا ننسى الماضي خلاص، مش مشكله. المهم بس تمام حضرتك، بس انا اعتقد ان برضو في تعليمات حاليا يعني يمكن من القيادات العليا والمسؤولين في الدوله ان يتم نشر الرياضه اكثر والاهتمام بنشر الرياضه في المدارس. واعتقد ان بعد ما التايكوندو ظهر وبطلتنا الجميله في الاولمبياد اللي فاتت في ريو هداية ملاك جابت الميدالية البرونزية بتاعتها، أعتقد ظهر أكتر وظهر جمال اللعبة وقوتها وإن احتمال ولادنا يبقوا أبطال أولمبيين فيها. أعتقد كل دي عوامل مع التوجهات السياسية إن يتم الاهتمام بالنشء والشباب ونشر الرياضة. يمكن ده اللي إدانا الفرصة إن أنا قدرت في الفترة دي إن أنا أعمل التحرك ده أو الخطوة دي. صح، ممكن يكون الاستجابة كمان ساعدت يعني طبعا أكيد، ويمكن الاستجابة كانت أسرع زي ما حضرتك ذكرت، بعد هنا في توجه عام بفكرة الاهتمام بالرياضات المختلفة كمان، فربما ده اللي سهل. أنا سريعا جدا بس عايز أعرف من حضرتك الاستعدادات هنا بقى لأولمبياد طوكيو، بنتكلم طبعا بكوفيد 19 2020 أثرت في لعبات عالمية كتيرة جدا، فسريعا مع حضرتك كابتن عمرو اتفضل. والله حضرتك السؤال ده أنا بشكرك عليه. هو إحنا طبعا يمكن ربنا كرمنا ومحظوظين ان احنا اتاهلنا وبالفول كوتا زي ما حضراتكم عارفين، طبعا من الدول القليله جدا في العالم اللي قدرت تتاهل بكامل الكوتا للاعبين ولدين وبنتين، ده غير ان احنا اتاهلنا لاول مره باثنين في البارالمبيك، يعني عندنا ولد وبنت في البارالمبيك برضه هيلعبوا ان شاء الله في الاولمبيات البارالمبيه في طوكيو باذن الله. فطبعا احنا اتاهلنا قبل موضوع الكوفيد ده بشهرين يمكن او حاجه، وده فضل من ربنا. لسه في دول ما تاهلتش وقاره اوروبا كلها لسه ما لعبتش التاهيل بتاعها، فطبعا الناس اللي ما تاهلوش دول في حاله استعجال وصراع ان هم يتمرنوا ازاي ويعسكروا فين ويحتكوا بمين علشان يقدروا يبقى مستواهم كويس قبل التاهيل. احنا ما عندناش النقطه دي، ولكن عندنا مشكله ان احنا نعد ولادنا ازاي عشان الاولمبياد. طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت الكوفيد 19 ده عامل مشكله كبيره جدا، ان احنا بنعمل معسكرات
وبنضطر ان احنا نفك المعكر لو ظهرت حاله ايجابيه عند اداري او مدرب او احد اللاعبين او اللاعبين الشادو اللي هم المساعدين للاعبينا. فطبعا هي حاله عدم استقرار في العالم كله وعلينا، ولكن احنا الحمد لله بفضل ربنا ولادنا ملتزمين جدا وفاهمين. حضرتك هتلاقي حتى لو احنا موقفين التدريب لفتره معينه مثلا لايام قليله عشان بنعمل تيست او بنطمن على الاجراءات الاحترازيه او اي سبب من الاسباب، بتلاقيهم بيتمرنوا في البيت واونلاين مع المدربين بتوعهم ومدربين اللياقه ومتابعه للتدريبات بتاعتهم بحيث ان هم ما يبعدوش قوي. طبعا احنا اللجنه الفنيه عندنا عامله يعني فكر قوي جدا ان تبدا اول بس ما نطمئن ان احنا نقدر نعمل استضافه اللعيبه من بره مصر او احنا نسافر لبره مصر والدول الاوروبيه تقدر تستضيف اللعيبه من بره، احنا عاملين برنامج قوي جدا للاحتكاك، في ان احنا بنسافر بنحتك بره وفي استضافه من بره لبعض اللاعبين المميزين والافارقه كمان المؤهلين بحيث ان يبقى في احتكاك للولاد. بس طبعا احنا مش قادرين نحط فيكس ديت او مواعيد محدده، لا دي حاجه لسه في علم الغيب طبعا كابتن عمرو، ربنا يسلم وبالتوفيق نتمنى لك كل خير. على قد المسؤوليه ومدربينا واحنا يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني بدون مقاطعه تكون دايما هيسعد المصريين ويشرفهم باذن الله. كابتن عمرو نتمنى لك كل التوفيق. كابتن عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو. طيب بعد هذا الخبر وهذه المعلومه خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع كل حضراتكم. اتفضل. لا شك وأن الأهلي ينهج دائما نهج المؤسسات الوطنية بالاهتمام بدوره المجتمعي كأحد تلك المؤسسات بتنمية الجانب الثقافي والفني والطبي، أيضا إلى جانب الاهتمام بأنشطة الشباب والمرأة والطفل، وهو ما تقدمه القلعة الحمراء وعبر لجانها المختلفة بتفعيل العديد من الأنشطة التي تفيد أعضاء الجمعية العمومية. انطلق عام 2020 بتوفير حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع وزارة الصحة وتنظيم عدة ندوات تثقيفية لمناقشة وتوعية الأعضاء ببعض الملفات المهمة، إلى جانب تنظيم عدة حفلات أحياها نجوم الغناء مثل فاطمة عيد وطارق عبد الحليم، وتكرار فعاليات اليوم الترفيهي للأطفال في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى حفلات كورال الأهلي. أنشطة اللجان المختلفة استمرت فعالياتها حتى قرار إغلاق الهيئات الرياضية بسبب جائحة كورونا، إلا أن لجان الأهلي لم تتوقف ولم تغلق ابتكارها لأفكار تفيد أعضاءها. يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة، مبادرة أطلقتها لجان النادي الأهلي برئاسة المهندس وليد مبروك متولي بعد هجوم جائحة كورونا في الشهور الأولى من عام 2020، والتي على إثرها تم إغلاق جميع الأندية وتوقفت جميع النشاطات. المبادرة بشعارها جاءت بعدة أفكار لمختلف اللجان بالأهلي لخلق وابتكار أنشطة ثقافية وتوعوية وفنية ورياضية أونلاين لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من مختلف الفئات والأعمار. وعند قرار عودة الحياة تدريجيا للهيئات الرياضية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتي يحرص الأهلي عليها بكل دقة، تواصلت أنشطة اللجان على أرض الواقع من جديد بتنظيم فعاليات مختلفة للجان الشباب والمرأة والطفل وحتى اللجنة الثقافية لتقديم كل ما هو جديد للأعضاء، بجانب تنظيم حفلات إنشاد ديني ومنافسات رياضية وإطلاق مبادرة تعليم الكبار للمساهمة في محو أمية بعض عمال النادي. لجان الأهلي ابتكرت من الأزمة مليون حاجة لها لازمة في عام 2020، وما زال لديهم كل جديد ليقدمونه في 2021. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقة إلى جانب شق التفوق الرياضي على مستوى كل الفرق المختلفة في النادي الأهلي، في تفوق كمان على صعيد آخر، كل اللجان الموجودة في النادي الأهلي لجان نشيطة جدا، قوية جدا، فاعلة جدا. كل يوم والتاني تقريبا بنقدم لحضراتكم خبر أو بنقدم لكم تقرير عن فعالية ما من فعاليات لجنة ما من لجان النادي الأهلي. الحقيقة فعاليات في منتهى الأهمية وليها مردود وانعكاسات إيجابية كتير جدا على كل الأصعدة الحقيقة، فنيا، ترفيهيا، صحيا، توعويا، تنمويا. طبعا تفاصيل كتيرة ليها علاقة باللجان المختلفة الموجودة في النادي الأهلي ومخططين إيه للفترة اللي جاية إن شاء الله. هنعرف كل التفاصيل مع المهندس وليد مبروك متولي وهو رئيس اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي. صباح الفل على حضرتك ومنورنا.
صباح الفل يا كريم. اهلا بيك. صباح الخير على حضرتك. احنا دايما بنلتقي في النادي، مش اول مره نلتقي طبعا. في القناه ده برده مكان حضرتك. كان في بينا كده ماتش تنس بس ما اتلعبش، مؤجل هنأجله ل 22. هو النادي كله عارف ان انا هواندا قاعد في التنس تقريبا كل يوم، يمكن انا اللي ما جيتش بقى لغايه الساعه 5 تقريبا، فيعني اللي ما بيجيش هو الأمين. انا باجي افطر دايما بس ممكن بقى العب وبعدين افطر. انا في انتظار في اي وقت. منورنا يا باشمهندس. ويمكن احنا تحدثنا قبل كده لحضرتك، نورتنا، قلنا 2020 يمكن هي عام التحديات للعالم كله. هنتكلم تحديدا عن النادي الاهلي وفكره ان احنا هنا نستغل اللجان، او اللجان كمان تستغل اللي بيحصل وهذه الازمه وتطلع بمليون حاجه ليها لازمه. اولا بقى عايزين نخش كده، حققنا ايه من ساعه ما الفكره دي طلعت لحد هذه اللحظه، وازاي كمان اللجان المختلفه اشتغلت على ان هي تطلع من كل حاجه، يعني مليون حاجه ليها لازمه من كل ازمه واجهت اصلا اللجان كلها. تمام. احنا بالنسبه لنا سنه 2020 متقسمه ثلاث مراحل. المرحله الاولى كانت من اول يناير لغايه نص شهر 3، المرحله الثانيه كانت من نص 3 لغايه ما النادي رجع تقريبا اشتغل في 1/7، والمرحلة الثالثة كانت من 1/7 لغاية آخر 2020. قبل ما ندخل في يلا نطلع من الأزمة مليون حاجة فيها لازمة، احنا الفترة اللي قبل كده أنا اتكلفت باللجان تقريبا يوم 28 يناير، كان قبل كده الأستاذ محمد يوسف هو المسؤول عن اللجان. فالفترة اللي في الأول دي كانت هو كان مجهز حاجات، اشتغلنا على فعاليات زي الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كان في يوم فان داي للاطفال اتعمل في فروع الثلاثه، عملنا ندوات عن التربيه الايجابيه وتاثيرها على الطفل والبيت عموما. التربيه الايجابيه اللي هي ازاي؟ جبنا ناس متخصصين في الموضوع التربيه والاطفال واللايف كوتشنج، وعملوا ندوات في الاهلي الجزيره واهلي زايد واهلي مدينه نصر، كانوا بيعلموا ازاي الاهالي يتعاملوا مع اولادهم، وفي حاله ان الولاد في ظروف ما الولد مزرجن ما بي من غير عنف يعني بطريقه حديثه تمام، يعني الولد مش عايز يعمل كذا نعمل ايه معاه، يعني كان على فكره الحاجات دي موجوده في الماتيريال بتاعتها موجوده ومتسجله، وكانت بصراحه مفيده جدا يعني. بعد كده ابتدينا نخش في الفتره بتاعه ان النادي اتقفل، والمبادره بقى بتاعت يلا نطلع من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه. كانت بصراحه في 16 فعاليه اتعملوا في الفتره دي اونلاين. كان في مسابقات على جميع المستويات الثقافيه والاطفال والمراه والشباب، كان في ندوات، كان في سلسله ندوات للدكتور اسامه عشم، هو عن الطاقه الايجابيه وازاي نستغل فتره التواجد في البيت في توطيد العلاقه بين الاسره وبعضها. يعني انا لا والله كلها حاجات يعني مهمه جدا ومفيده جدا بالذات في الظروف اللي احنا مرينا بيها في 2020. طيب يعني اكيد كان مع بدايه تكليف حضرتك برئاسه اللجنه العليا للجان، اكيد كنتوا زي ما بتقول انتوا السنه متقسمه لثلاث مراحل، فبالتالي في خطه محطوطه بتشمل الكثير من النقاط. بعد مستجدات مؤسفه حصلت زي فيروس كورونا، ايه اللي اتلغى من الخطط اللي انتوا كنتوا مجهزينها او عايزين تشتغلوا عليها، وايه اللي اتاجل وايه اللي اتنفذ بالفعل؟ اكتر لجنه اتاثرت بالموضوع ده كانت لجنه الرواد برئاسة الأستاذ فؤاد إسماعيل، هم نشطين جدا 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 يعني. أنا ما يعني يمكن كل أسبوع عندهم فعالية أو اتنين يستدعوا أو يعزموا رواد نادي الشمس، نادي الزهور، الأندية المختلفة. هم كانوا عاملين فعالية كبيرة جدا بمناسبة عيد الأم، وللأسف الفعالية اتلغت لأنه كانت معمولة في دار من دور القوات المسلحة، وللأسف جت ميعادها تقريبا كان بعد بداية الحظر يعني. طبعا كان في حاجة مع المجلس القومي للمرأة كنا بنخطط لها عشان يوم المرأة في الفترة بتاعت احتفالات عيد الأم وكده، برضو دي اتلغت. بعد كده دخلنا فترة الحظر بقى، أنا عايزة يعني أتخطى فترة الحظر دي ونروح للفترة اللي بعد كده. لما رجعنا النادي 1/7 كان فكرة إن احنا نشتغل على الأرض، كنا احنا مجهزين بقى حاجات كتير نشتغلها على الأرض. فضلنا في فترة فيها حرص شوية، كانت الإدارة التنفيذية موقفه الكلام ده شويه، فضلوا لغايه 1/9 تقريبا عشان نبتدي. الحمد لله ابتدينا من 1/9، عملنا حجم فعاليات انا بعتبره في ثلاث شهور ونص، من نص 9 لغايه اخر 12 كان حجم كبير جدا، كانوا حوالي حاجه وقرب 30 فعاليه.
ودي كانت حاجه بصراحه انا بشكر اللجان كلها بلا استثناء والاداره التنفيذيه والعلاقات العامه وكل قطاعات النادي ساعدت فيها، كانت حاجه بصراحه كويسه جدا. اهم حاجه طبعا حصلت في دوله بنقعد نتكلم عليها كل مره وانا مصمم اتكلم عليها، كانت المبادره بتاعه اهلي بلا اميه، البروتوكول اللي اتوقع مع الهيئه العامه للتعليم الكبار. هنرجع نتكلم برضو عن ايه المستجدات في هذا الملف، بس خلينا نروح دلوقتي بوبسات عن اراء واعضاء بقى الاهلي في دور هنا وانشطه اللجان ونرجع نكمل. الصراحه لجنه المراه بتعمل انشطه حلوه جدا، مش هنا بس، كمان في كل الفروع، وانا كنت حاضره مره هنا بتاع بهية، بس طبعا فادونا كتير جدا في لجنة المرأة والكلام ده كله، وبهية وجوم ناس متخصصين وعلمونا زي كشف الثدي والكلام ده كله، سرطان الثدي والكلام ده، فبس فكان صراحة حاجة مميزة جدا الصراحة. لا حقيقة أنا حاسة أن فعلا النادي الأهلي بيبذل حاجات حلوة قوي كمان خاصة للطفل. أنا شفت يمكن في مصر مدينة نصر كانوا عاملين حاجات جميلة قوي للأطفال، كانت بنوتي حضرت هناك إيفنت كان جميل قوي، للأعياد الميلادات اللي بتتعمل هناك برضو، للكرنفالات بتاعة العرجوزات والحاجات دي بينبسطوا بيها قوي هناك، بيبقى يوم حلو للأطفال بقى في ظل اللي احنا فيه كورونا والحاجات دي كلها، فبيبقى حاجة جميلة الأولاد يبقى مبسوطين شايفين، حتى بدل ما نروح سيرك أو حاجة لا بيجيبونا في النادي نفسه يعني. والله أنا حضرت كان يوم جمعة تبع لجنة المرأة، كان إيفنت اسمه خير بلدنا، فكان ظريف جدا يعني، وجود منتجات ومعروضات وسيدات بتعرض حاجات، منتجات ريف وحاجات وكده، وكان في فاطمة عيد في آخر البروجرام وطارق عبد الحليم وكده، كان ظريف يعني، فإحنا بنشكرهم بصراحة لأن حاسين إنهم بقوا يعني كمان في عصر كابتن بيبو لا الأحوال اتغيرت في النادي كتير قوي يعني. والله بصراحة مجهود مشكور لأنه بيختاروا يعني مواضيع مهمة جدا، يعني مثلا الندوة اللي اتعملت لا للعنف ضد المرأة كان رائع ومجهود رائع في التنظيم، وكانوا جايبين ناس من المركز القومي للمرأة برضو، مش أي حد بيتكلم، ودي حاجة بتفيد كل بنت وست وزي تتصرف في المواقف دي، وبرضو اللجان كلهم بصراحة سواء الشباب أو اللجنة الطفولة برضو يعني مجهود مشكور، عملوا حفلة هنا لمدة 5 ساعات وبيعملوا في كل فرع من فروع النادي. حيتان إن المرحلة بتاعت بيبو للدورة ديك الحقيقة في لجان كتير جدا جدا انبثقت في قلب النادي وعملت شغل لا غبار عليه، وحاجة ممتاز أكتر من ممتاز. دايما بيقاس يعني الشيء بآراء الناس ومدى رضاهم، وواضح كده من تقريره ده، تقرير محايد جدا، احنا يعني نزل مراسلنا وبيسألوا ناس راندم يعني بالشكل عشوائي، والآراء أعتقد باشمهندس وليد جيدة جدا، كمان في رضا على شغل اللجان. ازاي برضو ممكن نقول الفترة اللي جاية الوضع هيتحسن دلوقتي خلاص ان شاء الله ما يحصلش حظر تاني، فهيبقى في إمكانية أكتر كمان؟ والله احنا بنتعامل مع الاحداث دايما يعني. هتلاحظي حتى ان احنا في الفتره بتاعت يعني لما ابتدت الكورونا عملنا ندوه عن موضوع الكورونا، لما دخلنا في فتره الحظر اشتغلنا على كورسات اونلاين، بقينا نحط لينكات للشباب عشان يخشوا ياخدوا كورس يستفادوا ان هو قاعد في البيت. اما جينا في رمضان عملنا شغل مسابقات حفظ قران وعملنا ندوات دينيه اونلاين، عملنا مسابقه فيفا ودي كانت دخل فيها حوالي 120 شاب اونلاين، وزعنا الفاينل على صفحه الاهلي على الفيسبوك، عملنا حاجه للسيدات المنازل ان هم يصوروا زينه رمضان في البيوت ويبعتوا لنا الصور دي، واخر يوم في رمضان نزلنا فيديو على المزيكا بتاعت والله لسه بدري شهر الصيام وكده، وكانت حاجه يعني روحانيه جدا وكانت جميله. فاحنا بنشتغل دايما على المستجدات اللي بتحصل في الفترة اللي جاية. أنا برضو عايز أتكلم في إن إحنا عايزين نشتغل على حاجة. اتفضل يا كريم، أنت عايز تقول حاجة؟ عايز أقول حاجة، أنا آسف جدا مضطرين بس نقطع يعني استرسال حضرتك، لازم نطلع فاصل حالا ونرجع بقى مرة تانية نعرف منك تفاصيل إن شاء الله الفترة الجاية هيحصل إيه. فاصل ثم عودة، اتفضل. هو أنشطة اللجان دي حاجة جميلة جدا، خليني أقول لك أنا عن نفسي في حاجة بدور عليها الفترة دي، إن أنا عايزة أتعلم غنى، عايزة أعرف أغني، فلو اللجان ممكن توفر لنا مثلا تجيب ناس متخصصة تعلمنا الغنى، بيكون للكبار مش للأطفال بس، فدي تبقى حاجة حلوة. ممكن يعملوا نشاطات للبنات أكثر، يبقى مثلا يوجا أو أي نشاط رياضي، يبقى يوم مخصص للبنات نعمل فيه نشاطات ونتدرب على حاجات رياضية وكده.
والله هو النادي جميل وبيعمل حاجات حلوة وكويسة وكده، بس بالنسبة للمرأة مش قوي يعني. يعني مثلا احنا نفسنا الكبار السن بنيجي يومين بس اب 50، لا نخليها اكتر من كده، يخليها في اوبن اريال بره عشان خاطر موضوع الكورونا، الرحلات لازم يكون لنا وضع فيها، يعني كلنا حس في الموضوع شوية يعني. برضو المهارات، واحدة عندها اي مثلا حاجة بتحب تعملها، يبقى في لجنة منسقة للمواضيع دي. على مستوى السيدات اتمنى ان هم مثلا يعملوا ايفنتات رياضيه للسيدات اكتر، كان بيعملوا فعلا على البسين يوم رياضي كان بيبقى حلو جدا، اتمنى ان هو يتعمل في اماكن تانية، ممكن في الملعب مثلا الخماسي او في التراك، دي تبقى حاجه جميله جدا. رحلات ثقافيه برضو للسيدات حلوه قوي، لجنه المراه اتمنى انها تعمل حاجه زي كده. ندوات او محاضرات مثلا في التنميه البشريه، يعني انا شايفه ان هم ممكن يجيبوا حد سبيشالست في حته اللايف كوتشنج وكده، بحيث ان هو يساعد اكتر اللي هو للناس اللي هي في سننا وكده، لان هم بيعملوا ده اكتر للناس الكبيره، فده يبقى مفيد اكتر للناس اللي هي بقى في سننا بقى وكده، فيساعدهم قوي. وانا كنت حابه اتعلم كروشيه او رسم بشكل متخصص اكتر يعني، فلو دي حاجات هيقدموها هنا في النادي هتبقى حاجه كويسه قوي. باي يعني نفسي يبقى في ايفنت كده في مجمع السباحه للاعضاء يعني للشباب كلهم، زي ما حصل قبل كده ايفنت للسيدات، فانا عايز يعني لو ايفنت للشباب كلها ده هتبقى حاجه كويسه يعني. هم الانشطه اللي بيعملوها في النادي عايزاها تتكثف ويهتموا بالاطفال، وعشان الاطفال بتتبسط بيها قوي. نتمنى ان كل اللجان تعمل نشاطات مفيده ومثمره وموسعة للأعضاء، وأتمنى طبعا لجنة الرواد اللي أنا المفروض فيها إن شاء الله يكون ليها نشاط ملموس ومتشاف أكتر من كده بإذن الله. حلو إن احنا رجعنا من الفاصل بالتقرير ده تحديدا اللي تعرفنا من خلاله على طلبات ومتطلبات الأعضاء اللي طبعا هم الأشخاص المعنيين، هم اللي بيتقدم لهم الخدمات المختلفة بمعرفة اللجان المختلفة الموجودة في النادي الأهلي. وحلو كمان إن الكلام ده تقريبا هي دي نفس النقطة اللي احنا وقفنا عندها قبل ما نطلع فاصل، خطتكم ل2021 إن شاء الله من خلال اللجان المختلفة الموجودة في النادي الأهلي. أنا بس عايز أعلق على التقرير يعني بسرعة كده اللي أنا افتكرته منه طبعًا. يعني في سيدة كانت عايزة تتعلم الغنى في إدارة المكتبات في النادي الأهلي مدينة نصر، فيها جميع الأنشطة الكورال وكل الأنشطة الفنية يعني حلو. موجودة هناك، تقدر تتقدم هناك وتشتغل، دي مش تبع اللجان بس يعني النشاط ده موجود فعلا. في سيدة قالت برضو رحلات ثقافية، احنا بالفعل خدنا موافقة ان احنا نعمل سلسلة رحلات للجنة المرأة للمناطق الأثرية والثقافية في مصر، هتبتدي الشهر ده إن شاء الله. جميل. الأستاذ اللي قال على لجنة الرواد برضو، لجنة الرواد مشكلتهم فعلا صحيا احنا خايفين عليهم، فبنقلل الانشطه شويه عشان بالذات الفتره دي طبعا. في حد اتكلم عن الرياضه والسيدات والرياضه، لجنه النشاط الرياضي الترفيه وفريق الصباح وكده، دول موجودين في النادي كل يوم على فكره، من 5:30 الصبح بييجوا يتمرنوا ويفطروا ويروحوا 9:30 10 يسيبوا النادي ويمشوا يعني، فيقدروا برضو يتواصلوا من خلال العلاقات العامه معاهم ويشتركوا في النشاط ده. والكروشيه حد قال والموضوع الانشطه اليدويه ده احنا شغالين عليه فعلا، بس انا زي ما حصل في محو الاميه كده حابب نعمل الكلام ده بالتكافل الاجتماعي بتاع النادي، يعني احنا عيله الاهلي، فعايز اللي يدرس الحاجه او يعلم الحاجه يكون عضو في النادي، مش عايز اجيب حد من بره، فبنجمع بس معلومات عن اللي يقدروا يبقوا معلمين في الانشطه دي، واول ما ان شاء الله نكون تيم للتعليم الانشطه دي هنبتدي على طول. حلو، ده ردا على النقاط اللي اتذكرت. طيب بالنسبه بقى لخطتكم ان شاء الله في 2021، احنا بنشتغل ربع يعني كوارتر بربع سنه، ثلاث شهور. فتقريبا الثلاث شهور دول احنا مستقرين على الفتره دي، عايزين نشتغل على فعاليات كلها في الاوبن اير وحاجات ما تكونش فيها تجمعات، يعني بيبقى في حاجه اكتر للنشاط الرياضي منه نشاط اجتماعي وتجمعات وندوات وكده. فان شاء الله الفتره الجايه دي في حاجات برضو كويسه، هنعمل مهرجان اللي كنا عملناه التعريفي بتاع العاب القوه ده قبل كده، عملناه في مدينه نصر لقى قبول، يعني جالنا 100 طفل كلهم طلبوا يدخلوا اكاديميات العاب القوه في النادي. هنكرره تاني في الجزيره بشكل اوسع شويه، وهيكون في قياسات وحاجات للولاد عشان نعرف اذا كان فعلا هو يصلح مش بس كموهبه، يصلح كمان كفيزيكال يعني كبنيه كجسمانيه ينفع ولا لا. مش عايزين نحرق بقى الحاجات اللي هنشتغل عليها. في حاجه هتبقى ان شاء الله بتتعمل، لسه ما خدناش موافقتها بس
لو فاكرين التيلي ماتش اللي كان بيتعمل زمان في اللي هي المسابقات اللي بتبقى في تيمز دي، هنعملها ان شاء الله قريب وهنشتغل عليها. تبقى دي اكيد هتلاقي استحسان كل الاعمار الحقيقه، مش بس الاطفال. موفقين ان شاء الله. طيب احنا كمان شويه كده هيكون معانا يعني التدريبات للتيتش. طيب خلينا نروح دلوقتي لملعب التيتش ونشوف تدريبات الفريق الاول مع مراسلنا العزيز شريف شعبان. شريف صباح الخير، مصبح عليك انا وكريم في البدايه. صباح الخير نهوان، صباح الخير كريم، طبعا صباح الخير على الضيف الكريم كابتن وليد ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. من تدريب النادي الاهلي اللي يمكن هيبدا الان في تغطيه خاصه وحصريه لشاشه التميز وشاشه قناه النادي الاهلي. يمكن الاهلي وضغط المباريات، توالي المباريات، الاهلي امبارح بيفوز على فريق سواديب بطل النيجر باربع اهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين، خمس اهداف مقابل لا شيء. يمكن عنده مباراه يوم الجمعه مع فريق سيراميكا، فريق قوي في بطوله الدوري ممتاز. يمكن منذ قليل الاهلي اجرى الرابيد تيست لكل لاعبي النادي الاهلي طبعا طبقا لبروتوكول وزارتي الصحه ووزاره الرياضه واتحاد الكره المصري. يمكن الاهلي هيبدا التمرين الان. يمكن مستر موسيماني عمل حوالي محاضره حوالي 10 دقائق مع اللعيبه بيتكلم فيها عن اخطاء مباراه الامس. يمكن مستر موسيماني مع محللي الاداء اللي موجودين في الجهاز بيرسل لكل لعيب بعد اي مباراه شريط المباراه او الملخص المباراه عشان خاطر كل لعيب يتفرج على مباراه، ويبدا موسيماني في المحاضرات النظريه اللي بتكون مع اللاعبين يناقش كل لاعب على اخطائه اللي عملها في المباراه. فلازم على كل لاعب بعد المباراه يتفرج على المباراه ال 90 دقيقه. يمكن النهارده قبل ما ينزلوا التمرين اتكلم معاهم مستر موسيماني على الاخطاء امبارح على اهدار الفرص الكتيره جدا، وطالب اللاعبين ان اي فرصه تيجي لازم تفنشها جول، لان ما تعرفش لو جات لك فرصه ممكن ما تجيلكش فرصه ثانيه. يمكن اللعيبه بتنسق جيد جدا طبعا لمستر موسيماني وبيحاولوا ينفذوا تعليمات مستر موسيماني على امل ان كل لاعب يحجز بطاقه او المشاركه الاساسيه في المباريات الفتره المقبله. الراجل هيعمل روتيشن الفتره المقبله، فقال لك اللي هينفذ تعليماتي في التمرينات هيكون ليه تواجد في المباريات. الاهلي عنده معترك محلي وعنده معترك افريقي، يا رب باذن الله تكون الفتره القادمه بدون اصابات. امبارح الناس كلها اتكلمت على طاهر محمد طاهر وعنده اصابه قويه جدا في العضله الخلفيه. يمكن طاهر النهارده موجود في التمرين، طاهر عنده كان حاسس بتقل شويه في العضله الخلفيه ولكن هو سليم، والنهارده بيشارك في التمرين بصفه منتظمه خالص، وبكره باذن الله هيكون في التمرين التكتيك. النهارده بيبقى تمرين خفيف، تمرين ريكفرنج، لان امبارح اللي لعب 90 دقيقه النهارده ممكن يعمل تمرينات خفيفه جدا، تمرينات لياقه بدنيه، ويخش بقى يعمل ريكفرنج اذا كان جهاز ينزل التلج او الجيم او الحاجات كلها اللي بتعمل ريفرش للاعيب. من بكره بقى باذن الله كل اللاعبين هتكون في التمرين التكتيك الخاص بالمباراه. الراجل النهارده هيحاول يحفظ او يعالج الاخطاء اللي حصلت في تمرينه الامس، وباذن الله بكره ينفذ التكتيك اللي هيلعب بيه مباراه سيراميكا. بكره هيكون التمرين في التتش الساعه 3 العصر، وهيتجه الاهلي الى السويس لمبيت ليله مباراه طبعا الاهلي وسيراميكا اللي هتكون على استاد السويس يوم الجمعه. يا رب باذن الله تكون يوم الجمعه وش خير على النادي الاهلي وفوز الاهلي على فريق سيراميكا العنيد اللي بيضم نجوم كتيره جدا من الدوري الممتاز. دي كانت كواليسنا في مران اليوم. يمكن السيوله المريه حوالين النادي رائعه جدا، يمكن درجه الحراره مناسبه حوالي 21-22، الشمس طالعه درجه الحراره كويسه جدا، فالعاوز ينزل يجي النادي يجي، الدنيا كويسه جدا، السيوله المريه كويسه جدا، باذن الله يستمتعوا بيوم جميل داخل النادي الاهلي. معاك نهواند، معاك كريم، لو في اي استفسار معاكم. انا عايزه اروح معاك يا شريف قبل ما نختم ليه حته هنا وجزئيه الروح المعنويه، ويمكن زي ما انت ذكرت وكلنا شاهدنا امبارح يعني ماتش امس كان بيحمل العديد من اللاعبين اللي كانوا لحد ما يعني متوقفين او كان عندهم اصابات او غيره، ففكره العوده واسامي كبيره زي سعد سمير وكمان تالق البعض زي احمد ياسر ريان زي ما كنا بنتحدث، والاجوال المختلفه اللي حصلت وكهربا وغيره، يمكن كهربا ده اول جول بقى افريقي خلينا نتكلم برده، وفكره برضو السماح او اعطاء الفرصه لبدر بنون ان هو يحرز هنا ضربه الجزاء، كان ممكن وليد سليمان يلعبها لكن اللعيبه كانوا حريصين كمان ان بدر بنون يندمج مع الفريق، وكان جول جميل جدا برضو. فخلينا نروح للجزء ده معاك، اتفضل يا شريف. الاول يمكن في المحاضره اللي عملها مستر موسيماني مع اللاعبين يمكن منذ قليل او منذ لحظات، الكل حي سعد سمير على الروح، هو ده اللي بيميز النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي الروح ما بينهم. سعد سمير مدافع، بدر بنون مدافع ايضا، كان المفروض في ترتيب ضربات الجزاء اللي يشوط ضربات الجزاء نمره واحد وليد سليمان، نمره اثنين بدر بنون، ولكن على طول سعد سمير مع وليد سليمان طلب ان بدر هو اللي يلعب ضربه الجزاء، نتيجه كبيره، فبدر بنون بيعرف يسدد كويس ضربات الجزاء تديله ثقه لو احرز هدف مع النادي الاهلي
اللي في اول المشوار، هي دي الروح، هي دي اللي الناس كلها بتقول النادي الاهلي غير، النادي الاهلي غير عشان روحهم داخل غرف الملابس كويسه، داخل الملعب كويسه. فالنهارده يمكن منذ لحظات كل اللاعبين بالجهاز الفني اشادوا بسعد سمير، والروح اللي عن سعد سمير ان مدافع زميل بيخليه يحس ان هو يرجعه فورمه ويخليه يديله ثقه في نفسه ويدخله في وسط الاجواء بسرعه. الحاجه الثانيه العاديين من الكورونا اللي كان كهربا واكرم كذا لاعب امبارح شاركوا بصفه منتظمه بعد فتره غياب كبيره جدا، كان سعد سمير بعد ما اجرى جراحه في الوتر اكيليس امبارح يمكن اول مباراه بعد حوالي فتره غياب كبيره جدا حوالي عدت 300 يوم يعني. فسعد سمير امبارح بيشارك في اول مشاركه ليه، بدا يرجع واحده واحده ما شاء الله، او نمسك الخشب يعني خط دفاع النادي الاهلي بدا يرجع كله بكامل قوته. النادي الاهلي محتاج كل لاعبته الفتره المقبله، ولكن بطمنك وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي الروح المعنويه كويسه جدا مع لاعبي النادي الاهلي، الروح ما بين اللاعبين كويسه جدا، في حب وفي اخلاص، فعشان كده بتكون بتساوي بطولات. فاللي عاوز يدور على بطولات النادي الاهلي يدور في غرف الملابس المغلقه، الروح والاخلاص بين اللاعبين وبين الجهاز الفني فبتساوي بطولات. يا رب باذن الله يكون اللي جاي كله بطولات للنادي الاهلي، وتكون الروح والاخلاص مستمره مع النادي الاهلي الى ابعد مدى باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وبنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز، وعوده لضيفنا الاستاذ وليد مبروك من جديد. والحقيقه يعني واضح جدا، يعني سهل ان الواحد يستنتج ان كل عضو من اعضاء اللجان المختلفه في النادي الاهلي عنده قدر كبير من الشغف، وعنده قدر كبير من الولاء والانتماء للنادي، والرغبه في ان هو يخدم اعضاء النادي، الى جانب كمان لو الموضوع ممكن يتعدى حته الاعضاء ويوصل للخدمه المجتمعيه بشكل كبير. فانا عايز اعرف من حضرتك استاذ وليد، هل عضويه اللجان المختلفه في النادي الاهلي بتكون تكليف ولا بتكون بشكل تطوعي من الاعضاء، ولا بتيجي ازاي الحكايه؟ هو طبعا في الاول انت قلت حاجه كويسه، هو عمل تطوعي، يعني الناس بتشتغل عشان بتحب مش عشان اجر، بتستغل وقت فراغها وبتقدر تقدم حاجه في مكان هي بتحبه. اللجان بتكون تكليف، بس في الاول هو انت بتيجي تتقدم وتبقى موجود من ضمن مجموعه وبنختار منها بعنايه وبنقدم لمجلس الاداره تشكيل اللجنه والمجلس بيعتمده، بنعمل تغييرات محدوده في اول كل سنه، طلبنا من المجلس زيادة العدد من 10 في اللجنة ل 15 ووافق لنا مشكورا من 4 شهور. وبدأنا فعلا نسكن في اللجان ناس بحرص، يعني برضو مش بيبقى مش عايزين ندخل عدد وخلاص، برضو احنا عايزين نجيب حد يقدر هو الأعضاء النادي. بصراحة الأهلي كلهم عندهم الكواليتي اللي انت بتتكلم عليها، وعندهم روح الفانيلا الحمراء اللي احنا دايما بنتكلم عليها. انا عايز اقولك ان احنا عندنا أعضاء في النادي مش في اللجان بيشتغلوا معانا بشغف وبحب، واللي عنده صفحات بيعلن لنا على الصفحات وبيقدم تقرير بعد لما بنخلص. جميل. اللي انا قلت عليه بتاع الرحله بتاعه او مجموعه الرحلات دي، في عضوه في النادي الاهلي مش عضوه في اللجان، وهي بتشتغل حاجه في وزاره الثقافه، هي قدرت او الاثار سوري، هي اللي عامله الشغل ده، وهي اللي مجهزه مجموعه الرحلات بالتعاون مع لجنه المراه، وهنشتغل عليها ان شاء الله في خلال ايام. انا عندي سؤال اخير، ان وقت الفقره للاسف انا عارفه ان حضرتك عندك برضو مشوار فمش هنعطل حضرتك، بس فكره هنا البروتوكولات اللي بتكون ما بين اللجان والوزارات المختلفه، يعني انا عارفه ان في زي بروتوكول مع وزاره الصحه تحديدا علشان زياده الوعي والاجراءات الاحترازيه وغيره، هل مثلا لجنه الطفل بتبقى برضو عندها بروتوكول مع مثلا وزاره ما او جمعيه ما، ولجنه المراه مع مثلا مجلس القومي للمراه او وزاره ما، يعني خلينا نعرف من حضرتك. هو البروتوكول بيتعمل ما بين النادي الاهلي وما بين الوزاره. تمام. عشان برضو نبقى احنا هل ده موجود فعلا يعني؟ بيتعمل طبعا، احنا كلجنه بنقدم للنادي في الاداره فكره بتستدعي ان احنا نعمل بروتوكول، واحنا اللي بنشتغل على تجهيز البروتوكول وبنقدمه للنادي، والنادي بيبقى هو اللي بيوقع البروتوكول من خلال ادارته التنفيذيه او وجود الكابتن محمود الخطيب لو مع وزاره. فيعني ده بيحصل في الوقت، لو احنا مثلا وزاره الشباب عندها ما يستدعي ان احنا نعمل بروتوكول ما بين النادي وبين الوزاره هنعمل طبعا. يعني موفقين ان شاء الله في كل اللي جاي. تشرفنا بوجود حضرتك معانا استاذ وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان، نورتنا وصباح الفل عليك، وان شاء الله نلتقي معاك على خير على قريب ان شاء الله. نلتقي بقى هناك ان شاء الله. يعني رئيس ملعب التنس ملعب التنس ان شاء الله. طيب احنا بنستاذنكم، هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل مع حضراتكم بقيه فقرات حلقتنا النهارده. اتفضل. الفقرة دي يعني هتبقى حلوة جدا للناس اللي بتحب السفر، فكرة ان انا ممكن كبني ادم اسافر 25 دولة في 26 يوم، هل ده ممكن؟ اه ده ممكن مع ضيفنا.
هل انا ممكن اسافر وعمري يمكن اخر العشرينات لسه 91 دوله؟ هل ممكن اروح ايطاليا ب 300 جنيه؟ اه ممكن برضه. أيوة. خلينا نعرف. دي نقطه مهمه جدا. مع ضيفنا الرحاله عادل نيازي. صباح الخير. وازاي بيحصل كده؟ صباح السفر سهل جدا، بس هي معلومات ناس كتير مش عارفه ازاي تحجز طيران. الطيران ده ليه ظروفه، وان انا احجز طياره مش في اي يوم. ابتدينا بس بالرحله ب 300 جنيه دي وحياه النبي، عشان دي نقطه مهمه جدا. بس الطيران في طيران كتير جدا. يعني في شركات كتير وفي حاجات كتير، بس ازاي احجز تيكت؟ زي ما قلت لك هي من اختلاف شركات الطيران. طب ازاي احجز تيكت؟ ده انا حاطط ده. خلي ده اول سؤال. هي شركات طيران معينه، هي شركات طيران بتسهل حاجات زي كده، بيبقى ليها ظروف معينه. مش شرط، ممكن الطيران متقسم لحاجات كتير جدا زي شنط، ضرايب، حاجات كتير جدا. فممكن في شركات طيران بتشيل منك بعض الحاجات، فبتقلل الكوست جدا على سعر التذكره. بالاضافه ان انت مثلا مطارات بتفرض ضرايب رهيبه جدا، فممكن نغير المطار. ففي حاجات كتيره جدا ممكن. ده فكر نميس. وبتفكر فكر نميس والله. وازاي تفكر تحجز تيكت؟ يعني انا ما ينفعش مثلا النهارده الاربع ده مش يوم كويس نحجز فيه التيكت مثلا. او ان انا اسافر في الويك اند. انت ورزقك اللاست مينت دي ممكن يا تبقى غاليه قوي يا تبقى رخيصه. حصلت معايا في رحلات كتير جدا. يعني رحله كنت في روسيا كانت الطياره ب 12000 جنيه، لاست مينت بقت ب 7000 جنيه. لاست مينت لو انا احجز واطلع المطار. ودي كانت من الرحلات المميزه جدا بالنسبه لي. دي كانت رحله مجنونه. روسيا، طلعت من روسيا على اليونان، على بريطانيا، انجلترا، ويلز، ايسلندا. خدتها قد ايه يعني؟ ما انا عشان افهم برضه. بص هي رحله ما كانش مش عامل حسابها. يعني انا روسيا دي انا كنت قاعد ملان فعايز اطلع روسيا، قاعد زهقان فاروح روسيا. ممكن. واحنا مش عارفين نروح فرع مدينه نصر بقى لنا شهر والله العظيم. هو السفر ده اسلوب حياه. السفر اسلوب حياه، وانا بحاول ان انا اوصله للشباب واوصله للناس، ان انت ممكن بدل ما ننزل نقعد في اي كافيه او نقعد في اي حاجه، لا يا جماعه ممكن صح. توفر بالفلوس دي كلها. زي ما حضرتك قلت 300 جنيه ممكن اسافر ايطاليا. ازاي ب 1000 جنيه ممكن اسافر لندن؟ ازاي بس سؤال؟ ما تعشمناش. بتعمل ده ازاي؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك، هي طيران. ان انا بس بفكر ازاي اغير المطار، ازاي ممكن اخلي حد ممكن يحجز لي من دوله ما. وانت عموما لما بتسافر اي دوله من الدول ال 91 اللي انت زرتهم لغايه النهارده، بتبقى رايح لاغراض سياحيه بحته، ولا بيبقى مثلا بتعمل بلوجينج للاماكن اللي انت بتحضر فيها؟ ولا انا اكتر حاجه بكرهها السوشيال ميديا. بحب انبسط بسفرياتي. مع ان انت محترف في حاجه جاذبه جدا وجذابه جدا على السوشيال ميديا. اخواتي هم اللي اصروا على ده. يا ابني اطلع على السوشيال ميديا، بوري الناس، اتكلم. لازم تعمل ده. بعمل ده للاسف، بس انا ما عنديش طول بال، عايز انبسط. يعني انا مش هقعد افكر ان انا بصور الفيديو علشان انزله على اليوتيوب. يا اخي ابسطنا معاك يا سيدي. ما هو ده اللي بدات اعمله مؤخرا، ونفسي اعمل ده فعلا، بس انا ما عنديش الوقت، بسبب شغلي وبسبب حاجات كتير ما عنديش الوقت ان انا اعرف اعمل مونتر ومونتاج والحاجات دي. ما عنديش. ممكن حد يمسك لك الصفحه دي سهله. بس انت يعني انت بتعمل حاجه فعلا نادره ومش كل الناس كده، ودي ممكن تستغلها انت للترويج للسياحه في دول، وممكن تكسب كمان. خلي بالك انا نفسي في ده، وبدات اعمل ده مؤخرا، بس لقيت ناس كتير بتستغلني. الناس كلها عارفه، حاسه ان معايا كنز، معايا حاجه، معايا معلومات كتير جدا، خصوصا بتكلم لغات كتير. يعني كفايه عربي، انجليزي، اسباني، ده بطلاقه بوصل تقريبا ل 2 مليار بني ادم بعرف اتكلم معاهم. فده مش عارف اوصل له. حتى اصحابي الاجانب، انت بتعمل ده ازاي وهم عايشين في اوروبا او في امريكا؟ بتعمل ده ازاي؟ طب انت ما عندكش شغل، اللي ما عندكش التزامات معينه؟ عندي، انا مستشار قانوني في بنك وبشتغل. بيشوفوك في البنك ده احيانا ولا؟ انا بسافر. الناس اصلا مش مصدقه. طب انت بتسافر ازاي؟ انت كنت حقوق يعني؟ انا كنت حقوق، انا متخرج من كليه حقوق. المنصوره، انا اصلا منصوره. اوكي. و الناس بتتصدم، انت بتسافر ازاي؟ انا بسافر ويك اند. لو مثلا ال 91 دوله اللي لا مش كلهم طبعا ويك اند. عندي اجازاتي السنويه طبعا. بس انا ملان، زهقان، عايز اسافر. فبدخل ادور على اي تيكت اي بلد، وغالبا بتبقى دول قريبه، مثلا زي اليونان، الاردن، لبنان. يعني مثلا انا من رحلاتي المميزه جدا ازاي يوم الجمعه مثلا افطر في مصر الصبح، واروح اتغدى في الاردن، واتعشى في اليونان، وارجع انام في مصر. ما تضغطش علينا اكتر من كده. ابوس ايدك. يا ده احنا بنسمعها في الافلام دي. لا يعني ما هو لما واحد عايز يدلع مراته، لا انا هعشيك النهارده مثلا في لبنان. انا هاخدها بقى اعشيها بقى بره. عايزين بقى لو امي تعالي نروح نفطر مثلا، في نتغدى او نتعشى في اليونان سمك جمبري ونرجع مثلا. ايه ده؟ احنا كنا بنقول اسكندريه دي ايه يعني؟ كان اليونان اقرب من اسكندريه. ده كان راجل استثنائي. انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه. اليونان اقرب من اسكندريه. بس حاجه شيقه جدا اللي انت بتعملها دي. يعني بتشوف العالم كله بناسه بتفاصيله بثقافته بحضاراته. ايه اكتر رحلات اللي فعلا ما تتنسيش، كانت مليانه تفاصيل وملابسات غير متكرره؟
انا بحب الطبيعه، بحب السفر، بحب اتعرف على الناس. انا واحد بحب اتكلم مع اي حد في الشارع، تعالى يعني. انت مالك، زي اللي مزعلك، تعالى سفرك. فالناس كلها بحب اتكلم مع كل الناس. رحلاتي المجنونه سافرت، هي كان 26 دوله في 25 يوم. واو. دي كانت نفسي ادخل موسوعه جينيس، وكنت عاملها كده، سافرت من اقصى شمال اوروبا لاقصى جنوب اوروبا. فما كنتش عامل حسابها ولا عارف هعملها ولا لا، وقد كان والله عملتها. كان نفسي لقيت عملت فعلا، قدمت على موسوعه جينيس ورفضوا للاسف طلبي، لان في واحد سافر 28 دوله في 3 ايام، واحد سافر ثانيه إيه واحده مطار لمطار بقى. ده لو كل دوله هيقعد فيها ثلث ساعه، هو مش شرط يقعد، هو انت ممكن تعدي اتعمل تشيك ان بس ايا كان. انت سافرت، انت لو نازل ترانزيت في بلد انت فعليا انت وصلت البلد. اوكي، لو انت هتحسبها بالطريقه دي انت فعليا وصلت البلد. بس هو عمل ده وخد دخل موسوعه جينيس، واحد سافر 14 دوله في يوم. 14 دوله في يوم، في يوم، في يوم واحد. سهل، سهل، كل ده سهل ويتعمل، بس انت تعرف التارجت بتاعك. لا مش سهل يا برنس، مش للدرجات. سهل والله. انا نفسي الناس تفهم ان الموضوع سهل. السفر ده اسلوب حياه. السفر علمني لغات، عندي علاقات في كل حته في العالم. أكيد. بتكلم تقريبا اتعلم 7 لغات كل حته، فبوصل للناس. برافو. نفسي اوصل صوتي ده للناس، يا جماعه انتوا ممكن تعملوا ده. ما انت بتعمل ده بالفعل، احنا على الهوا اهو. تحب تقول للناس دي ايه؟ الناس اللي عندها نفس الهوايه وعندها نفس الشغف، ولكن ما يعرفوش التفاصيل الاقتصاديه يعني، أنا عايز اللي انت ممكن توفرها، فبالتالي تسافر دول كتير. بالظبط. هو ازاي انت بس تصبر على حاجه؟ انا كنت بحلم اشوف المطار، يعني انا اجي بس انا من المنصوره، من بلد جنب المنصوره كمان. فان انا اجي واشوف مطار القاهره ده كان حلم. فدايما كنت اسافر مع بابا داخليا، بس وصلت لمرحله لا انا لازم احقق حلم. فالناس كتير قعدت تحاربني، يا ابني وفر فلوسك، يا ابني فلوسك، يا ابني اتجوز، يا ابني مش هتجوز، انا عندي حلم وهنبسط. وحتى لو هتجوز انا اسمي انا باك باكر. يعني انت ما اتكعبلتش في الرحلات اللي فاتت دي في اي عروسه محتمله؟ لا مش ليالي زي بس. أوكي. يعني انا عايز واحده اللي هو قومي يلا تعالى نسافر نروح نتعشى. لا دي مش موجوده، دي موجوده بالذات في اوروبا، هتلاقي النموذج ده كتير. قابلت كتير مصر بس والله يعني يعني بالعكس. لا هو موجود بس لسه ما جاش النصيب. بس انا عايز ده يوصل للناس. يا جماعه اذكروا الصبر ده اهم حاجه، لان دي كلمه امي الله يرحمها. انا دايما بقعد لا امتى 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 امتى، واصبر هتحقق حلمك. ففعلا جه اليوم اللي انا اصلا ما كنتش بعد انا بسافر كام دوله، بروح فين. ففجاه لقيت نفسي انا بسافر كتير قوي، بس انا معايا باسبورات. طب اكيد باسبور. اكيد هو اصلا انا بشوف الباسبور بيفتح نفسي. السفارات بقت عارفاك اكيد بقى خلاص كل حاجه. انا ما بدخل اصلا الباسبوري، ما فيش. انا في دول مثلا دوله زي لبنان، انا ممكن دايما لازم بسافر ب 2000 دولار يكون معايا 2000 دولار عشان ادخل لبنان. انا عمري ما سافرت بيه. بدخل انا يا جماعه جاي اقضي يومين في لبنان، انبسط في بيروت وماشي، عايز 2000 دولار مش بيدققوا قوي يعني. الكريدت كارد هسحبه بس لما ادخل يلا بفتح الباسبور، بس كميه اختام مش طبيعيه. الباسبوري بغيره كل سنتين ثلاثه تقريبا. اكيد كتر. بص احنا هنختم معاك بفكر تاني شكل عملي بقى، تقول لنا دلوقتي لو حد فينا عايز يسافر ايه يعني الستبس اللي يعملها. بس قبل ما نروح لده لاخر الحلقه، خليني اروح معاك بقى فكره الرياضه. يعني انت لفيت العالم تقريبا او يعني في المشوار، في نفس الوقت عديت على رياضات مختلفه ودول مختلفه، كل دوله يمكن تختلف عن الثانيه في ان هي عندها رياضه معينه يعني بيك عندهم يعني، او هي بتمتاز فيها بان هي متقدمه جدا. فكلمنا عن الشق ده. انا بالنسبه لي بلدي المفضله هي اسبانيا. اسبانيا بعشق حاجه اسمها اسبانيا، ممكن انام في شوارع مدريد هبقى مبسوط. وانا اصلا عندي عضويه في ريال مدريد كمان، فانا بحب ان انا دايما بحجز تيكت ماتشات ريال مدريد، ماتشات ريال مدريد وبرشلونه دايما بروح احضرها. فدي بالنسبه لي ده حلم، بالنسبه لي ده كان حلم وانا صغير. كره القدم بالنسبه لي احلى حاجه بشوفها، ودايما بسافر انجلترا ايطاليا اشوف ماتشات كره قدم. انا اهلاوي كمان. فدي انت اهلاوي ومدريدي؟ اهلاوي ومدريدي ما تنفعش، بس انا اهلاوي. لا يعني انا كده برضه زي الفل. في ورحت على فكره الاستاد بتاع ريال مدريد، هناك في ريستورانت محطوط بيبص على الاستاد. هو البي اي بي دي بيبقى بتتغدى او بتتعشى وات ايفر يا كريم، وشايف الاستاد كله حلو جدا. حلو هناك دي من الحاجات دي. كانت مره رحت حضرت ماتش ريال مدريد وبرشلونه في البي اي بي دي. البي اي بي دي من اماكن مميزه، بتقعد في سيرفيس جامده حواليك بتشوف الماتش. بس يعني دي متعه ثانيه. ايه البلد اللي لسه ما زرتهاش ونفسك فعلا تزورها؟ انا نفسي اروح القطب الجنوبي، دي من اقصى ده تبقى القاره رقم 6. ساقعه بس دي حلمي. القطب الجنوبي تبقى القاره رقم 6، واستراليا
بصوا خلاص خلص الدول العاديه كده اسبانيا وايطاليا والمانيا. سافرت اوروبا كلها ما عدا دوله واحده. سافرت امريكا الشماليه كلها تقريبا ما عدا كندا. سافرت دول في امريكا الجنوبيه وسافرت افريقيا وجزء من اسيا يعني. انا نفسي بس تقريبا افريقيا كلها. رحله لامريكا الجنوبيه بقى ايه تاخد كولومبيا بيونس ايرس مكسيكو. هبدا فعلا. طيب تعالي معايا. بس انا بيقولوا لي دي عشان تطلعيها انا بجد اصحابي يقولوا لي دي لازم تحوشي بقى مبلغ يعني. هي فلو معاك حاجه رخيصه قول لي ازاي هيظبطها لك ب 400 جنيه. اسمعي بقى مني هو عنده التفاصيل. انسي بقى اللي بيتقال لك قبل فيها فعلا. هي فعلا هي اهو هي النقطه في الطيران. هي اغلى حاجه في الطياره فعلا. بس الطياره ممكن تجيبيها انت مع هي الدول كتير. بس ازاي توصلي هقول لك بعد الحلقه. طيب بس فعلا دي انا ناولها فعلا. انت ما تقولولناش انت تاخدنا معاك على طول. ناولها فعلا اخدها من اول واشنطن في شمال امريكا. كنت ناوي انا دي عملتها لحد بنما. خدت الخط ده كله وفي رحله دي ناولها من اول بنزويلا لحد قطب الجنوب. لا بقول لك انت ممكن يعني رحلتك مليانه تفاصيل. لازم تكون ان شاء الله تكون موجود معانا قريب برضو نكمل معاك التفاصيل دي كلها وتستعرض لنا كده رحلاتك وخبراتك اللي اكتسبتها. نشكرك على وجودك معانا نورتنا. شرف ليا. شكرا ليك عادل. ربنا يوفقك في اللي بتعمله واستغل ده ان انت تطلع فلوس كمان. يعني الفكره هنا انت محتاج مساعده. محتاج حد يقف جنبي. انت تقعد معانا دلوقتي بس واحنا بنفطر وهنتكلم بجد. بس برافو عليك ان انت بتعملوا حاجه فعلا ملهمه بجد. يا رب. انا بشكر حضراتكم انا وكريم كده حلقه نهايه الاسبوع. نتمنى ان شاء الله يعني ان احنا الاسبوع الجاي يبقى فيه كمان حاجات جديده بنقدمها لحضراتكم. ان الاسبوع ده كان مفيد وبنتمنى التوفيق ان شاء الله يوم الجمعه للفريق الاهلي مع سيراميكا. ماتش هيكون قوي برضو. فريق سيراميكا فريق قوي. اشوفكم ان شاء الله الحد الجاي. مع السلامه.